خلصنا ايه المره اللي فاتت يا جماعه؟ اتكلمنا على ايه المره اللي فاتت؟ حد فاكر؟ اتكلمنا على ايه؟ حد يفكرني كده ويديني كده هنت سريع. ايوه، اتكلمنا على الاجايل برينسيبل، صح كده؟ اوكي، نبص بصه سريعه، وقفنا يمكن عند الايه، الاجايل ميثودولوجي، صح كده؟ نبص على السلايد دوت، السلايد ده ابديتد، في حاجات مهمه جدا. بصينا على اتكلمنا على الدومين تاسك، صح كده؟ اتكلمنا على الدومين تاسك، واتكلمنا على المهام بتاعتك within الدومين. طيب انا بص، عشان انا تقريبا عملت حاجه غلط في البرزنتيشن، المفروض ان هي صح. اوكي طيب ماشي، اوكي تمام. واتكلمنا على المهام التسعه في الدومين الاولاني اللي احنا خلصناه، ودخلنا في الجزء بتاع الاجايل ميثودولوجي والبروسيسز، واتكلمنا على ان في هو في عالميا في طبعا مجموعه من الميثودولوجيز والفريم وركس الموجوده كتيره، ويمكن بيوصلوا ل 12 فريم ورك، يمكن دول اشهر 8 بيتم استخدامهم على مستوى العالم. يمكن الاكثر شهره فيهم هم الثمانيه، الاثنين دول السكرام والاكس بي. عندنا سكرام، عندنا اكس بي، عندنا كريستال، عندنا الدي اس دي ام، عندنا الاف دي دي، عندنا الاجايل بروجكت مانجمنت، اللين كامبان، الاوبن اب. هنحاول نتكلم على بعض الاهم الحاجات اللي يمكن بتيجي في امتحان، يمكن هي سكرام والاكس بي، لكن ده ما يمنعش ان احنا هنبص على اللين كامبان او هنبص على الاف دي دي كمان ونبص على التفاصيل. لكن تعالى بقى نعمل ابديت من نفسنا كمان، ونخش ان ديبس شويه في واحده من الفريم ورك الكبيره جدا والمهمه جدا، هي السكرام. ودي واحده من اشهر الحاجات، يمكن اكتر من 50% من المشاريع اللي بتشتغل بالاجايل بتابلاي الميثودولوجي الخاصه ب او الاجايل موديل اللي هو اللي اسمه سكرام، وهو لايت ويت ايزي تو اندرستاند، وبالتالي سهل جدا ان التيم يشتغل عليه. وهنفرق بشكل كبير جدا ما بين الاكس بي، لان الاكس بي موجه جدا بشكل اجريسيف للسوفت وير ديفلوبمنت، اما السكرام لا، فهو ممكن يتم تنفيذه بشكل او اخر مع اكتر من مجال، مش بس مجال السوفت وير. وبالتالي الميثودولوجي تم كتابه حاجه اسمها السكرام فريم ورك، واتعمل فريم ورك اطار عمل لهذه الميثودولوجي، وبالتالي فيها البراكتسز والادوار كل في المايك. وبالتالي ايه الرولز اللي بيتم تنفيذها في الاجايل في السكرام. السكرام فيتشر قلنا انها بسيطه، النتائج بتاعتها سريعه، بتولكم التشينج، وبتابلاي كل البرنسبل والفاليو الخاصه بالاجايل اللي موجوده. واتكلمنا على العامده الاساسيه الخاصه ب او البرنسبل الاساسيه الخاصه بالسكرام، فكلمنا في ثلاث حاجات: الترانسبيرنسي او الشفافيه. والشفافيه هنا ان لابد ان يكون في وضوح للاوتكم، الاوتكم الخاصه بالمشروع. وانا هنا هسال الناس كلها جميعا اللي ما حضروش معايا كورسات قبل كده، خاصه كورس البي ام بي، ايه الفرق ما بين الاوتبوت والاوتكم؟ سريعا سريعا، فرق ما بين الاوتبوت والاوتكم. ايوه معلش احرجتكم، يعني سؤال محرج ولا ايه؟ لا اغلط، جاوب كده، ها، ونصحح المعلومه، واتحداك انها تطلع من دماغك. الفرق ما بين الاوتبوت والاوتكم، وخلي بالك ان مين، ها، ان السكرام واحده من الحاجات اللي بتانفولف في الشفافيه والوضوح ومسؤوليتها في وجود اوتكم. فبيقول لك ايه بقى؟ قال لك ايه؟ وطيب قال لك الاوتبوت فروم البروسيسز، لا، الاوتكم فاليو، الاوتكم فاليو ماشي، المخرجات والنتائج. ايه المخرجات والنتائج؟ عيد، وضح 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 يا عيد، وضح يا عيد. الاوتبوت ريزلت، الاوتبوت ريزلت. طب الاوتكم ايه يا باشمهندس اسم؟ ها، مشكلتنا الاساسيه في العالم العربي كله يمكن بالكامل ان احنا بنركز على الاوتبوت ما بنركز على الاوتكم. تفهموا ايه من الجمله اللي انا قلتها دلوقتي؟ مشكلتنا الاساسيه في العالم العربي وفي مصر بالاخص، يمكن لا السعوديه ما شاء الله، الله اكبر، يعني حصل النتائج الاخيره والوباء الموجود الاخير ده اثبت فيه نقطه كبيره جدا، ومسرعه في اتخاذ القرار، ونتائج
عالية جدا. بس ما تقول لك الاوتبوت هو البرودكت بس الاوت كم ذا ريزلت اوف وات الله الله بس مش قوي اسماء. بص خلينا نقول على حاجه، انا طلبت منك اشتري عربيه ذاتيه القياده بالكهرباء، بلاش ذاتيه القياده، اشتريت عربيه بالكهرباء. ليه انا شاري العربيه ليه كهرباء؟ علشان العربيه الكهرباء هتوفر لي على مدار 5 سنين الجايين هتوفر لي نسبه اكس في تكلفه البنزين بتاعت العربيه. فبالتالي لو انا اشتريت العربيه دي اوتبوت ولا اوتكم؟ ده السؤال ليكم انتم. لو انا اشتريت العربيه ده الاوتبوت ولا الاوتكم؟ ها ايوه ده الاوتبوت، معايا عربيه. طب لو فوجئت ان العربيه دي ما وفرتليش في البنزين على مدار ال5 سنين، فهل العربيه حققت لي الاوتكم ولا ما حققتوش؟ برغم ان احنا متفقين ان في الحالتين انا معايا عربيه، ها فالعربيه دلوقتي ايه؟ مفيش اوتكم. لو جبت العربيه ووفرت لي في البنزين يبقى العربيه النتيجه بتاعت شرائي للعربيه دي تستاهل ولا ما تستاهلش؟ ناس كتيره جدا بتغلط غلطه كبيره وتجيب اي ار بي ابلكيشن او تشتري مكنه او تشتري معدات او تشتري ايفن حتى لبس، وبالتالي بيبقى عنده الاوتبوت بس ما بيحققلوش الاوتكم. فبالتالي يركزوا دايما على الاوتبوت. السكرام واحده من الحاجات فتعتمد فيها على الشفافيه، على ان انت مطلع لي ايه بروتوتايب طز. انا عاوز فاينل برودكت ايه يا جماعه؟ انا عاوز فاينل برودكت ايه؟ ها شغال كومبليتد شغال. فانا بالتالي لازم احنا نبقى واضحين جدا ومسؤولين عن وجود ايه اوتبوت، بس احنا عاوزين نوصل لمين؟ للاوتكم، وطبعا بالفاليو. ما هو انت ممكن يطلع لك اوتكم يا عماد بيه من غير الفاليو اللي انت عاوزها، صح ولا غلطان؟ ها مين متفق معايا في الحته ديت؟ وبالتالي دي نقطه مهمه جدا. اكزامبل من ضمن الحاجات الخاصه بالشفافيه هنكرييت ا كومن ديفينيشن لوات لمفهوم كلمه دان. يعني ايه المنتج بتاعي دان؟ يعني ايه ما حد يجي يقول لك في التيم بتاعك ان الابلكيشن بتاعك او المكنه بتاعتك اتصلحت؟ كلمه اتصلحت المكنه دي معناها ايه؟ ات مينز ان المكنه مرت بالبروسيس بتاعت الانسبكشن ومرت بالبروسيس بتاعت تحديد المشكله وحل المشكله وبالتالي كونفيرم عليها من الاستشاري وبالتالي شغاله اكتر من 5 6 ساعات. احنا محددين الكلام ده البروسيسز دي لو عدت بيها يبقى المكنه دان اتصلحت. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا. وبالتالي بيبقى لازم في كومن اندرستاندينج لينا ما بيننا وما بين التيم، وفي وضوح بالاوتبوت بتاعتنا بشكل او اخر. وضحت الحته دي؟ دي نقطه مهمه جدا بتمثل الشفافيه الخاصه بالاسكرام. الانسبكشن معناه ان احنا بنبقى انفولف في التايم تشيك، بنعمل تشيك على البروجريس ونتاكد ان الكلام ده بيحقق الجول. وبالتالي احنا بشكل او اخر ممكن يبقى يحصل ان احنا بنشيك اذا كان هذا البرودكت هيطلع لي الاوتكم بتاعي، هذا البرودكت مازال متوافق مع البيزنس جول، مفيش اي متغيرات، هل ان افضل اكمل في السبرنت ولا ممكن اقف. فانا بعمل عمليه التاكد وبشكل او اخر وبشكل مستمر وبشكل متطور بروجريسيفلي ابريشن لي ان الكلام دوت بيحقق لي الجول بتاعي. فبالتالي رقم 1 ان انا ابقى شفاف جدا، عندي الشفافيه في عرض المعلومه. رقم 2 ان انا ابقى ايه؟ ها رقم 2 قلنا ايه؟ نعمل انسبكشن ونتحقق دايما من صحه الايه المنتج، من صحه ان المنتج هيتوافق الاوتبوت بتاعه مع الاوتكم اللي احنا عاوزينه. مش يبقى عندي اوتبوت لكن ما عنديش ما حققليش الاوتكم. دي نقطه مهمه جدا لازم ان احنا نركز فيها. الادابتيشن اللي هي السر الاساسي في الاجايل موجوده في الاسكرام. الادابتيشن ان احنا لازم نبقى نعمل عمليه ادجستمنت وتحسين في البروسيسز بتاعتنا، ونقلل الهالك ونقلل المشاكل ونقلل حاجات مضيعات الوقت ان اوردر ان انت تعمل ايه؟ توصل للهدف بتاعك. وبالتالي لابد ان انت ما تجيش تقول لا البروسيس دي اتفقنا عليها من الاول، هنفضل ماشي. اكتشفنا ان في البروسيس في مشكله، نعمل ادابتيشن ليها. اوكي وبالتالي ان اوردر ان انت تعمل تحسين وتحصل ايه كونتينوس امبروفمنت. اتكلمنا في الجزئيه دي. وبالتالي احنا من ضمن الحاجات برضو لازم تعرفوها، ركزوا معايا، ان في زي ما بيقول لك ايه 5 values غير 3 الاعمده الاساسيه بتاعه الاجايل، لكن في برضو الجزء الخاص بيه ان احنا في السكرام بنركز على الفاليو وبنركز على تشجيع التيم على انه يتعلم ويتحمل المسؤوليه.
وبالتالي بنركز على ان احنا يبقى في التزام وفي احترام الاخرين، ويمكن دولت الحابه دولت كده الحابه دولت كده مسؤولين من الاكس بي، وهنتكلم عليهم، هنتكلم على الاكس بي، هتشوف ان في تشابه ما بين الكلام ده كله وبين بعض. وبالتالي كل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت في الخمسه حتى فاليوز والثلاث اعمده الاساسيه للسكرام متوافقه بشكل غير طبيعي بشكل متكامل مع الاجايل مانيفيستو، مفيش اي تعارض ما بينهم وما بين بعض، وهنقارن حتى كمان لما نيجي نبص على الاجزاء اللي فاتت. اتكلمنا على السبرنت المره اللي فاتت، واتكلمنا على السبرنت وقلنا السبرنت ديت في السكرام اسمها سبرنت على فكره، في الاكس بي اسمها اتريشن، فهنتكلم ان كل واحد ليه المسميات بتاعته، فسبرنت واتريشن احنا بنتكلم من واحد، والسبرنت هي تايم بوكس. في السكرام بيحب قوي 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 ان التايم بوكس بتاعهم يبقى ايه، ها، وسط ولا كبير ولا اقصر وقت ممكن. بتوع الاجايل والسكرام والسكرام بالاخص بيبقوا عاوزين ايه، ها اقصر وقت ممكن، فبيفضلوا تبقى ماكسيمم شهر، ويفضل تبقى اقل كمان من ايه، من شهر. وبالتالي يعني لو 2 ويكس ده انت تبقى يعني ايه، تبقى نفس المعنى ونفس نفس الحدث، خلينا نقول كمان هي نفس المعنى ولا لا يا باشمهندس، لا نفس كمان الحدث، السبرنت او الاتريشن انت بتتكلمي، والريليز بيبقى فيها اكتر من سبرنت او اتريشن، خلينا هنتكلم بقى في ريليز، والريليز بيبقى فيها اكتر من سبرنت او اتريشن. وبالتالي السكرام تيرم، ها خلاص، السكرام تيرم بتاعها هي ايكويفالنت، يعني ايه، يعني متوافقه مماثله لمين، للاتريشن. الاجايل ما عندوش اي سبرنت، يعني الاجايل باشمهندس سماح ما عندوش في الديفينيشن بتاعته في المانيفيستو، ما عندوش في الفاليوز وكل، ما عندوش كلمه سبرنت، عنده ايه الاجايل ما عندوش سبرنت، عنده ايه يا جماعه، عنده اتريشن. اما في السكرام عملوا ايه، ما كنت الرجبي سبرنت ده في السكرام خلاص. وقلنا معظم الاسكرام اسبوع او اسبوعين، وبالتالي في ناس ماكسيمم 3 اسابيع. وبالتالي اقرا الحته دي مهمه قوي، خلال السبرنت، خلال الفتره بتاعه السبرنت، ده سؤال بيجي في الامتحان ما اعرفش ليه كتير، مفيش تغيرات تحصل، احنا مش اتفقنا في بدايه السبرنت على ان في شغلانه ننفذها، خلاص شكرا، نقفل مع بعض كده وهنبدا ايه، نقعد نشتغل ان اوردر لتحقيق الجول بتاعنا او الاوبجكتيف بتاعنا، اللي هو ايه، في نهايته، في نهايته، في نهايه الاسبوع او الاثنين او ثلاثه او الاربعه نطلع الفاينل برودكت الكومبليتد اللي شغال دان خلاص. وبالتالي لو السكوب دي في اي تغيرات هتحصل ممكن يبقى فيها فيما بعد، وبالتالي لو في اي تغيرات هنفوجئ ان مين، في ناس محدده اللي ممكن تقدر توقف، ناس محدده اللي ممكن توقف السبرنت، قال لك السبرنت كان بي كانسلد، السبرنت كان بي كانسلد خلاص قبل التايم بوكس، وبالتالي البرودكت اونر هو الوحيد اللي يقدر يكنسل السبرنت. ليه؟ قال لك في حاله انه شاف حدث جلل، يعني احنا بنعمل ابلكيشن والابلكيشن ده هيتربط مع الشبكه القوميه للانترنت في مصر مثلا، ويعمل 1 2 3 4، واتاخد عليها رفض لموافقات امنيه، الامن الجزء الامني اترفض، انت بدات امبارح وجالنا الرفض، انت هتكمل ليه؟ ها، انت هتكمل ليه؟ البرودكت اونر هنا من حقه يعمل ايه يا جماعه؟ ان ذيس كيس يوقف السبرنت ويعمل ايه، كانسليشن، خلاص، لان خلاص ده إيه؟ انت هتسبب لي في مشكله. وبالتالي في مجموعه من الاكتيفيتي احنا اتكلمنا فيها المحاضره اللي فاتت موجوده في السبرنت واتكلمنا عليها، زي الـ 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 في الاجتماع الاولاني البلاننج، في الريتروسبكتيف هنشوفها تاني دلوقتي، واتكلمنا ان في الادوار الموجوده، في 3 ادوار، الديفلوبمنت تيم والبرودكت اونر، وقلنا مين السكرام ايه، السكرام ماستر، ويمكن عرضناه، ويمكن واحد واحد من دولت هنتكلم برضو عليهم دلوقتي، ان البرودكت اونر ده الشخص المسؤول عن ايه، نجاح المشروع، ويماكسمايز الفاليو من نجاح المشروع، وبناء عليها بينشور ان الشغل تمام شغال اكوردنج للبرودكت باك لوج، وبناء على الفيتشر بتاعته، وقلنا ان هو الوحيد اللي حق انه يوقف لو الكلام دوت حصل بشكل او اخر، ان احنا شايفين ان احنا واقفين بره التراك بتاعنا، او في تغيرات في البيزنس تشينج عظيمه. الراجل بقى القائد الخادم بتاعنا اللي بيوسع لنا المسائل ويبعد عننا اي مشاكل، وهنوريكم كومباريزون ما بين الثلاثه على فكره، السكرام ماستر.
وده سيرفنت ايه؟ ليدر. وبالتالي ده بيشيل اي معوقات قدام الديفلوبمنت تيم، وده اللي بيفاسيليتيت الايفنت، اوكي، وده بيفاسيليتيت الايفنت، وده اللي بيكوتش، بيعمل اجايل كوتش للديفلوبمنت تيم. والسكرام ماستر هو اللي بيمانج مع البرودكت اونر. شوف الحته بقى، يعني هو بيفاسيليتيت وبيكوتش للاجايل للديفلوبمنت تيم الجزء الخاص بتاع شغله، مش لاي معوقات. اما بالنسبه للبرودكت باك لوج فبيروح يساعد مين؟ ها، بيساعد البرودكت اونر ويمانج معاه ويكومينيكيت، يعني يقول احنا هنعمل، عملنا، خلصنا. هو المسؤول عن الايه؟ الجزء الاعلامي، هو وزير الاعلام في الجزء ده. فالسكرام ماستر كمان على مستوى المؤسسه هو اللي بيعمل عمليه الايه؟ التنظيم مع المؤسسه، وبيفاسيليتيت وبيعمل ادابتيشن مع المؤسسه. فهو النحله اللي بتلف وتدور حوالين المؤسسه وحوالين المشروع ان اوردر ان هو يساعد في نجاحها بشكل ايه؟ فعال. طيب الديفلوبمنت تيم، حلو قوي. اذا فريق العمل تاكدوا من عدم تحقيق الهدف السبرنت اثناء عملهم هيعملوا ايه؟ انا بسالك انت بقى، هيعملوا ايه؟ انت متخيل هتعمل ايه؟ انت شفت في حدث، في مصيبه، هتعمل ايه؟ هتبلغ البرودكت اونر. اصل حاجه هتبلغ مين؟ الراجل الفاسيليتيتور بتاعك اللي هو مين؟ سكرام ماستر. هيبلغ البرودكت اونر، ما هو ممكن البرودكت اونر يكون انفولف في اكتر من 5 6 مشاريع في وقت واحد. فمين اللي يقدر يروح يكلمه؟ هتكلم مين؟ هتكلم الشخص ده، اثبت له الكلام ده، هيصدر القرار من البرودكت اونر بايقاف. طب افرض هو شايف ان لا، انا عاوز الفاليو من المنتج دوت، مالكمش دعوه، الا اذا كانت حاجه تكنيكال وهم خدوا كلهم القرار انها مش هتنفذ، بس هو السبب، هم بداوها ليه من الاساس. فبالتالي لو في الحاله دي، لو هم شافوا ان العمل ده مش هينفع انه يتنفذ، لازم يبلغوا البرودكت اونر، لان هو صاحب الشغلانه، صاحب الشغلانه اللي انت اتفقت ان انت هتطلع له حاجه بعد سبرنت. فالديفلوبمنت تيم دولت اللي بيعملوا اناليسز، بيعملوا بيلد، وبيعملوا تيستينج للبرودكت بتاعه. وبالتالي هم عن سيلف اورجنايزد، هم اللي يتحملوا المسؤوليه كلها بالكامل. وبالتالي هم لازم يكونوا كروس فانكشنال تيم ان اوردر ان هم يبقوا فريق متكامل يقدروا ينفذوا الشغل بنجاح. المنظر ده شفناه المره فاتت واتناقشنا فيه ولا لا؟ ها حبايبي حلوين، اتناقشنا في دي المره فاتت، واضحه، اتكلمنا فيها. تعال نبص على المنظر ده، هديكم دقيقتين بالظبط وقولوا لي فهمتوا ايه. اها، احنا بنتكلم في المسؤوليات الخاصه بكل ايه؟ كل دور من الادوار الثلاثه في السكرام، صح كده؟ ومن له الحق في تقدير الشغلانه بتاخد وقت قد ايه؟ ها، الديفلوبمنت تيم، صح كده؟ اوكي. من له الحق في ترتيب اولويات الفيتشر والاحتياجات بتاعته والبايوريتي بتاعه الفيتشر او اليوزر ستوريز؟ البرودكت اونر، الله يكرمك. من له الحق، من الوحيد القادر على انه يعمل ايه؟ يمسك التيم ويعرفهم ويبينج اجايل مع تيم، ويعرفهم الاجايل ماشي ازاي، والاهداف والبرنسبل والفاليوز والكلام ده. يعني مين اللي بيكوتش، مش بيتيتش، مش بيمنتور، لا ده بيكوتش. مين؟ سكرام ماستر. شوف احنا مسكنا واحده واحده، فبالتالي عشان لو هيجيلك في الامتحان، الامتحان هو كله، ادي الامتحان، لو انت بركز على الامتحان، عاوز تفهم. لو حد قال لك ان لا التيم هو اللي بيأجايل، لا يا فندم، مش التيم هو اللي بيعمل أجايل الكوتش، السكرام ايه؟ السكرام مين اللي بيكوردينيت الشغل؟ مين السيلف اورجنايز تيم؟ طبعا السيلف اورجنايز تيم هو اللي بيكوردينيت الشغل. مين اللي بيعمل شوف بقى، دي بقى اللي ايه؟ دي كارثه، دي ايه؟ دي كارثه الكوارث. احنا لابد ان احنا الثلاثه يبقى عندنا كومن اندرستاندينج على مفهوم كلمه دان لشغلانه. دان يعني معناها انها مرت بايه؟ 1 2 3 4. فدي مسؤوليتنا احنا جميعا. لا التريننج، انا ممكن اديك تريننج وامشي سلام عليكم، لكن مثلا احنا في البي ام بي انا بعمل كوتشنج للناس، في شركه صيدا في السعوديه، في مهرجان الابل، مواسم الرياض، انا كنت بعمل كوتشنج. التريننج ممكن اعمل تريننج وسلام عليكم، خلاص فتره زمنيه. الكوتش لا، انا ممكن افضل قاعد معاك لحد ايه؟ اطلع لك قماش، في ريزلت لازم تطلع. اوكي؟
اوكي. المنتور انا خدمتك امنه، انا قاعد اهوت اديك سيشن اقول لك بتعمل ازاي وارجع لي لما يكون عندك مشاكل. اوكي. الكوتش هو اصعب. الكوتش هو اصعب. طيب يعني انت بالعدد انت متخيل يعني ايه برودكت اونر؟ يعني هو يعتبر المالك، انا مش عاوز اقول ممثل المالك، فطبعا بالمنظر هو اقلهم، بس انا عاوزك تتخيل هو اختارهم. هو لو حدد اولويات غلط اوكي المنتج باظ في السوق، صح كده ولا لا؟ فما تستقلش الايه الادوار، ما تستقلش الادوار. فالمهم الديفينيشن اوف دان دي مسؤوليه مين؟ الثلاث ادوار. حلو جدا. طيب مين اللي بيشتغل على البروسيس وعلى تنفيذ البروسيس والالتزام بيها؟ السكرام ماستر. مين اللي بياخد القرارات الفنيه وله الحق ومحدش يقدر يتكلم معاه في اي تكنيكال ايشو او اي تكنيكال ديزيشن؟ ها مين؟ الديفلوبمنت تيم. مين اللي بيعمل عمليه البلاننج، السبرنت بلاننج؟ الثلاثه مع بعض. طيب تامر بيقول لك ايه؟ المين ستيك هولدر والديفينيشن اوف دان، علاقه المين ستيك هولدر والديفينيشن. ده سؤالك يا استاذي تامر بيه. معاك مايك تشغله. حسن، تامر حسن، تامر حسن معاك مايك. لا اشرح لي عشان انا عاوز افهم. يعني الكيس اللي انا بسال عليها ان كيس ان احنا ضن من مفهوم الديفلوبمنت تيم والبرودكت اونر والسكرام ماستر وجي مين ستيك هولدر من طرف الكاستمر قال لك مش ساتسفايد عن الاوتبوت ده اللي طالع من السبرنت، هنا ممكن يحصل كونفليكت في تعريف الضن من وجهه نظر التيم المكون من البرودكت اونر والسكرام ماستر والتيم بتاعه والمين ستيك هولدر اللي من طرف العميل. فهل بيبقى له علاقه مباشره بتعريف كلمه المين ستيك هولدر؟ هل انت بتتكلم حد ثاني غير البرودكت اونر؟ عفوا، انت بتتكلم في المين ستيك هولدر حد تاني غير البرودكت اونر؟ غير البرودكت اونر. دي مسؤوليه البرودكت اونر ان هو يتفق مع الديفلوبمنت تيم مع سكرام ماستر يعني ايه الحاجه دي دان، البروسيس اللي بتوصلنا حاجه دان. المين بقى ستيك هولدر انت بتتكلم عليهم دي مسؤوليه البرودكت اونر يروح يعرفوا ان الحاجه دي خلصت. وانت لو استنيت يا برودكت اونر وطلعت مش خلصانه يبقى الغلطه كانت عند مين؟ انت اللي استلمت. وصلت؟ اوكي تامر. بس فتاني التلاتة دول مجتمعين على الديفينيشن اوف دان. انت طلعت من الجلسه دي يا برودكت اونر بتقول ان دي دان ورحت تسلمها للكاستمر ونزلها السوق وطلع فيها مشكله وما طلعتش دان، هي ايه القصه؟ الوضع ايه دلوقتي؟ انت عديتها خلاص، مشكله انت استقبلتها. فبالتالي دي نقطه. في الحاله دي اذا العميل مرضي عن العمل تم قبوله رغم قبول البي او، البي او مضطر انه ياخد الحاجه تاني ويعمل تشينج وابديت البرودكت باك لوج ويعدلها تاني، وهو اللي كان قابلها، هو الوحيد اللي حلقه الوصل ما بين الديفلوبمنت تيم وما بين الايه، ما بين الكاستمر. فانا كديفلوبمنت تيم هتشيلني مسؤوليه ايه؟ انت استلمتها وقلت لي انا عاوز ده واستلمت دي وطلعت غير ده من ناحيه العميل، دي غلطتك معاه، هتدفع فلوس تاني وهنعمل سبرنت تاني والسبرنت هيبقى على حسابك. وصلت يا باسم؟ اوكي حلو قوي. طيب واضحه ديت؟ نخش نبص على المنظر ده، نخش على الاكس بي، نخش نبص على مين؟ على الاكس بي. جاهزين؟ الاكس بي طبعا، الاكس بي طبعا لما نيجي نبص على المنظر بناء على التكاليف العاليه الخاصه ب او تكلفه التغيير في مجال السوفت وير، الكوست اوف تشينج بتاعه بيبقى عالي جدا. لو انت خلصت سوفت وير ابلكيشن وجيت ان انت في النص الثاني او في مراحل الفاينلايزيشن بنظام الووتر فول وجيت عملت تغيير في الريكويرمنت، فبيحصل تكلفة عالية جدا. فالاكس بي تم تطويره في التسعينات، في بداية التسعينات كمان، كردا على التكليف العالية للتغيرات اللي بتحصل على الريكويرمنت بسبب عدم وضوح السكوب لأسباب كتيرة. طبعا التسعينات وبداية التسعينات والسوفت وير كان الموضوع كمان ايه، يعتبر انت بتتكلم في اختراع ان انت تعمل، فالسوفت وير ديفلوبر عملوا حاجة
خاصه بيهم، وبعد كده طبعا توافقت بشكل او اخر وكانت الاين مع الاجايل، والكلام ده ساعد بشكل كبير جدا في الديفلوبمنت للسوفت وير كواليتي. وبالتالي اذا كان الاكس بي هو بيفوكس مينلي على السوفت وير ديفلوبمنت، ده الاكس بي اكستريم بروجرامينج، هو اسمه حتى كده اكستريم بروجرامينج، بيفوكس على الايه، على السوفت وير ديفلوبمنت. اما الجزء الخاص بالسكرام فهو بيركز على البروجكت مانجمنت. انا عاوز بس تركزوا في الكلمتين دول اوكي، عشان ما حدش يقول لك سكرام وانا قلتها من المحاضره اللي فاتت، حدش يقول سكرام بتاع ايه، حدش يقول خالص سكرام للسوفت وير معموله للسوفت وير. ايفن ان الناس اللي بداوها كانوا ايه، كانوا هما سوفت وير ليدر اساسا، اهو كده موجوده بنفس الجمله، السكرام بيفوكس على البروجكت مانجمنت ليفل، بدات بالسوفت وير لكن انتهت بمجالات تانية كتيره جدا اوكي، وبتفوكس على الفيدباك، والاكس بي بيفوكس على الديفلوبمنت بتاع السوفت وير بيزد ايه، على البيست براكتس. وصلت؟ فدي نقطه مهمه جدا الجملتين اللي انا قلتها من شويه. المبادئ الخاصه بالاكس بي ليها مجموعه برينسيبل، في 5 كور برينسيبلز خاصه بالاكس بي، الكوميونيكيشن، السمبلستي، الفيدباك، الكوريج والريسبكت. مش محتاجين نشرحهم لكن سريعا نبص عليهم. بنفوكس على الكوميونيكيشن بشكل كبير، ارجع الاجايل مانيفيستو بيتكلم برضو على الحته دي بنفس الاسلوب، فانت بتميك شور ان التيم ممبر بتاعه عارف ايه المتوقع من الشغل بتاعهم، والتانيين بالتالي الكاستمر عارف المتوقع، وبالتالي الكلام ده موجود في الديل ستاند اب ميتنج، ده يعتبر من ضمن التولز اللي بستخدمها ان اوردر يبقى فيه كوميونيكيشن عالي جدا، من المبادئ بتاعه الاكس بي. كمان بنشتغل في الاكس بي على البساطه، ركزوا في الجمله دي لان في ناس اللي بتافور اوكي وعاوزه تعمل حاجه اقوى حاجه، خلي بالك ده من صفات الشخصيه، في شخصيات الصفات البيرسوناليتي بتاعتها هو بيشتغل على ايه، مش عارف بيسموه ايه بالانجلش، الايه البرفكشن، والله ما هتخلص حاجه، مرض انا لازم هبدا الساعه 12 ولازم اخلص مش عارف ايه، واذا ما كانش عارف اعيدها من الاول يبقى مش هتخلص. اتحرك، نفذ، بس ابدأ. انا عشان اعمل فلوج او فيديو على اليوتيوب انا لازم يكون معايا كاميرا مش عارف ايه يا عم ابدأ. انا لو وريتكم الفيديوهات اليوتيوب شانل ما زالت موجودة بتاع الدحيح، اليوتيوب شانل الاولانية بتاعة الدحيح اوكي، لو شفتوها هتلاقوا ان هو تقريبا كان بيصور في بيت رعب، لا اضاءة ولا هباب ولا اي حاجة، خلاص لا اضاءه ولا اي حاجه. انا كانت عندي اليوتيوب شانل دي، وبالتالي لو دورتوا عليها اوكي هتشوفوا مفيش، بس بدا هو خليته الدحيح. فانت ابعد وقلل من التعقيد، خليك بسيط، ابعد عن ان انت تقعد تضيف من عندك اكسترا فيتشر، لان دي مكروه على مستوى كل البروجكت مانجمنت، اديان البروجكت مانجمنت كلها بالكامل، الاكسترا فيتشر طالما ما طلبتش منك ده اكسترا وورك. فانت ما تعملش ايه، ما تدهنش الذهب ببلاتينيوم، الجولد بلاتين لا يا فندم، ما تعملش ايه سكوب كريب، ما تعملش اهدار ويست، وتعمل اهدار الويست دوت منه انواع، سبع انواع، من ضمنها ان انت تنفذ بروسيس ملهاش اي لازمه، بتستهلك وقت وبتضيع مجهود الناس وخلاص. فبالتالي اشتغلوا على الحاجات تبقى بسيطه. لذلك بتوع الاكس بي عندهم كلمه مهمه جدا وبتيجي في الامتحان، يقول لك مين اللي بيقول الكلمه ديت، يقول لك find the simplest thing that could be possible work، دور على ابسط حاجه ننفع نعملها وتشتغل. انت طالب ايه؟ انا في السعوديه في البانديميك بتاع الايه، بتاع الكورونا، طالب ان انا اعمل ابلكيشن لو حد عاوز يمشي يتريض لمده ساعه اوكي، الجي بي اس يتراك اللي هو بيمشي قد ايه والمدة ساعة، علشان اعرف الراجل ده مشي فين، فممكن يكون يتقابل مع مين. انا عاوز حاجة بسيطة، مش عاوزك تعمل لي برنامج يكون بيتراك هو كل ايه ومعدل الكل، انا عاوز ايه، الراجل ده اعرف مشي منين لفين لمدة ساعة بقى. شكرا، ما تقفر ليش المسائل، ما تطلب ليش اي حاجات كتيرة، انا عاوز ابسط طريقة عشان اوصل للنقطة دي، من النقطة دي للنقطة دي. طبعا في ناس ما شاء الله عندها الحته دي حلوه جدا، بتحب تلف من هنا، واللي حب ايه مش عارف ايه، واللي بيعمل ان شاء الله بالظبط
بسيط خلاص. The art of maximizing the amount of work not done. قلل على قد ما تقدر وخليك بسيط. Feedback. Feedback. باشا ايه رأيك في دي؟ طب بص كده اعمل تيست ده. طب طب بص كده run الابليكيشن. طب انا عملت لك تيست من على الديفايس دوت، عاوزك تعمل تيست عندك وترد عليا. دايما بشكل او اخر انا بدور على احتمالية ان انا افشل. ويا سلام لو فشلت بدري، يبقى انت حاول ان انت دايما ما تجيش تعمل ابليكيشن او تعمل شغلانه او تعمل برودكت وتستنى الاخر علشان تاخد فيدباك. هتيجي تاخد الفيدباك هتلاقي نفسك مصيبه. 2003 انا اديكم اكزامبل عليا انا، 2003 رحت اعمل لشركتي نايليج سوفت وير بتاع دوت، رحت اعمل لها بروشور، بروشور ورقه وشه ضهر. وطبعا بقى ايه، انا بقى انا ايه فوتوشوب، وكتبت الكلام وحطيت اللوجو وحبشتكنات وحطيت الكلام وما خدتش براي احد. ورحت رايح انا كنت بقف على المطبعه، انا وصلت مرحله بعد كده، ورحت واقف وطلعت الزنكات الافلام وفصل الوان وزنكات، ورحت طبعته 3000 برشور. واول ما حد مسك الورقه يقول لي ايه ده احمد، انت غلطت في كذا، انت نسيت تكتب كذا، رقم التليفون كذا، 5 اخطاء. طبعا مش عايز اقول لكم الصدمه كانت عامله ازاي. طب انا ليه ما عملتش تيست الاول؟ طب ليه ما رحتش عملت طباعه ديجيتال كانت موجوده على فكره، اطبع كده 10 فلاير برشور، وبالتالي لو كانوا العشرة مكتوبين غلط الكوست بتاع العشرة فلاير دول كانوا ايه يا جماعه؟ ها؟ طب لو الديزاين اساسا كان كل وحش كان ايه القصه؟ فشلت بدري، تكلفتي عامله ازاي؟ لكن انا ايه، حتى ال 3000 برشور ما ينفعش اعملهم قراطيس ليبل، كانت اقل من مساحه الاي 4، كانت حاجه اي 5، فيعني ما بقاش ما ينفعوش في اي حاجه. فلو ايه قطعتهم عصافير الجنه، اترموا بس خلاص خلصت، ما لهمش اي لازمه. ففي الفاست، في لو في امكانيه انك تفشل بدري، خد فيدباك كتير على قد ما تقدر، طلع المشاكل بشكل او اخر، ده هيساعدك بشكل او اخر انك تاخد معلومات جديده، ابديت جديد، ارجع امبروف، خش تاني. الكلام ده كله هيطلع لك ايه، امبروفمنت، وهيطلع لك فاينل برودكت بيرفكت. ما تزعلش من الانتقادات، ده انت تروح تبس ايده تقول له تشكر يا ابو نسمه، انت بتطلع القطط فطسانه، وايه كمان ده انا مستعد اديك فلوس. تقبل النقد. طبعا احنا عندنا الانا دي عند ناس كتيره. انت ابن مين في مصر انت بتنتقدني؟ انا شغلي ده من احسن 5 6 او 7 8 حاجات. لا يا جماعه، فدي نقطه مهمه جدا. الاكس بي من الحاجات اللي اخترعت حاجه اسمها البير بروجرامينج. البير بروجرامينج عباره عن ايه؟ عباره عن ان كل 2 يقعدوا يديفلوب مع بعض السوفت وير. وبالتالي البير بروجرامينج حتى ايفن لو انا بديفلوب على جهاز وانت بتديفلوب على جهاز، وده الطبيعي، الطبيعي ان انا لما اخلص الكود بتاعي ولو في مشكله اخليك تلقي نظره عليه علشان تطلع الاخطاء، ان اوردر ان انا متاكد ان انا عينيا مش هتبقى شايف الخطا. لكن انت بما ان عين جديده، عين غريبه، عين هتكتشف الاخطاء من اول لحظه. فبالتالي دي بتبقى نقطه مهمه جدا. احنا بنكتب الناس بتوع السوفت وير، كنا في اي بي ام، نيجي في المنحه سنه 2001 بنيجي نكتب الكود، انا شايف بيطلع لي 2 ايرور، انا مش لاقيهم. المحاضر او زميلي او زميلتي تيجي تبص، انت نسيت سيم الكولوم، انت كاتب دي حرف كابيتال، لازم تبقى مش عارف ايه. فالاكس بي بتشجع على ان انت تنسبكت مع الاخرين الكود بتاعك، وتشير معاهم الكود بتاعك، ان اوردر ان لو في اي تغيرات او في اي اخطاء يقدروا او تقدر ان انت تشوفها، او هم يساعدوك في ان انت تكتشفها. فده محتاج ان انت تشجع على ان انت ما تتكسفش، لا نغلط ونشوف الكلام ده، وده يفرق معنا بشكل كبير جدا. الاحترام طبعا الاخرين، وبالتالي people work together في environment، وبالتالي كل الناس accountable عن الشغل اللي هو بتنفذه، وبالتالي حتى respect العلاقات ما بينك وبين زمايلك، حتى ايفن في البير بروجرامينج، لان احنا محتاجين الجزئيه دي مع بعض. دي نقطه مهمه جدا ان احنا نشوف الجزء الخاص بالاكس بي. اكس بي في ادوار، زي ما قلنا في 3 ادوار في السكرام، فاحنا هنا بنتكلم على الادوار الخاصه بمين يا جماعه؟ خاصه بالاكس بي. عندنا في كوتش، اوكي، عندنا في الكاستمر، عندنا في البروجرامرز،
وعندنا فيه التستر. فبالتالي احنا هنا بنتكلم ملي على ان الاكس بي از ميثودولوجي مخصصة وموجهة لمجال السوفت وير ديفلوبمنت، وبالتالي دي نقطة مهمة جدا نبقى عارفينها. الاكس بي دي السايكل بتاعتها which is يعني according او بالمقارنة بي ال بي السبرنت في السكرام، فلا فالوضع مختلف شوية. فالوضع يمكن الدايجرام اللي قدامكم يمكن very complicated، الموضوع يبدأ فعليا، او يمكن في ان في بنعمل عملية هندسة للسبايك. السبايك دي بتبقى هي فترة زمنية، هنعرف ان السبايك دي عبارة عن ايه، فترة زمنية عشان تكتشف الحاجة اللي انت تشتغل عليه. من اللي انت بتشتغل في البداية خالص على انك تتعمل ريليس بلانينج، نفس الريليس بلانينج اللي هناك بالظبط، بس الريليس بلانينج دي بتعملها بناء على مجموعة من الفيتشر او اليوزر ستوريز. اليوزر ستوريز هي عبارة، هندرسها في الكورس بتاعنا، هي عبارة عن مجموعة من الفانكشن البسيطة جدا، حتى بيكتبوها اليوزر ستوريز في ورقة صغيرة اصغر نص الاي 5، عارف ورقة، عارف البلوك نوت الصغيرة، فيقول لك اكتب لي كده انت عاوز ايه، قال لك انا عاوز ادخل اليوزر نيم والباسورد عشان يدخلني على الانبوكس بتاعي، ده اسمه ايه، ده كده يوزر ستوريز. طيب وعندي يوزر ستوريز تانية، عاوز اتك على فورجيت الباسورد فيطلب مني اليوزر نيم فيبعت لي الباسورد بتاعتي او ايه ابديت الباسورد، ده يوزر ستوريز تانية. يوزر ستوريز عاوز اعمل اتاتشمنت، عاوز ابعت ايميل. فاليوزر ستوريز هي a very simple requirement، وبالتالي انا علشان اقدر اعمل ريليز للبلاننج بتاعتي لازم يكون عندي مجموعه اليوزر ستوريز. هنعرف بعد كده ان مجموعه اليوزر ستوريز دي بتجمعها وبتعمل حاجه اسمها ايه، ستوري ماب. فالمهم ان انا عندي اليوزر ستوريز ديت بقدر اعمل منها ريليز بلان. بتطلع من ريليز بلان كلمه ايه، سبرنت ولا اتريشن؟ ها هيطلع من ريليس بلان ايه؟ اتفقنا على ايه؟ هيطلع منها ايوه هيطلع منها اتريشن. في الاتريشن دي بنعمل ايه؟ فتره زمنيه اكس طبعا يفضل برضو تكون بسيطه، خلصنا الاتريشن ديت بيطلع لنا فاينل برودكت، بنعمل عليه ايه؟ تيستينج، لو اكسبتد خلاص فبيبقى عندي ايه؟ ها بيبقى عندي من الاتريشن دي سمول ريليزز او اصدارات صغيره لو خدنا منها ابروفال على الكاستمر. ودي نقطه مهمه جدا لازم نعرفها، ان الاكس بي اتس ا لايت ويت ريكويرمنت، عندها جواها حاجه اسمها مجموعه من اليوزر ستوريز، بستخدم اليوزر ستوريز عشان اقدر ابلان الريليز اند الاتريشن، الريليز اند الاتريشنز. وبناء عليها الاتريشن ار تيبيكالي 2 ويكس لونج، اوكي يفضل تبقى 2 ويكس خلاص. بنقدر نشتغل فيها ان بيرز مع زمايلي ان اوردر ان احنا نطلع الايه الاوتبوت بتاعنا في الاخر، وبناء عليها بتاخد ابروفال على الاوتبوت بتاعتك عند مكان العميل، والسوفت وير بيدليفر في شكل سمول ريليزز. خلي بالك الكلمه دي اون سايت كاستمر، يعني انت بتخلص الحاجه وتروح تستها وتشغلها عنده وياخد يوافق لك انها شغاله عنده دان، اوكي. ودي بتبقى مجموعه من الايه، من الايه الريليزز الصغيره. تاني احنا الاكس بي موجهه قوي للسوفت وير. السبايك هي عباره عن ايه، قلنا الجمله بتاعت السبايك، السبايك هي عباره عن ايه، فتره زمنيه صغيره بقدر ابقى عندي مثلا انا عندي اديني اسبوع بس يا فندم، اديني اسبوع از سبايك هتستلك كده اقول لك الكود ده نقدر ننفذه ولا ما ننفذوش، الفيتشر دي قابله للتنفيذ ولا لا، الابجريد اللي انت عاوزه مع السيستم القديم ده ينفع ولا لا. فالسبايك اتس ا شورت بيريد من الوقت بتستخدمه علشان تيست التهديدات والايشوز اللي ممكن ايه تظهر عندك، فترة زمنية بتاخدها علشان تتست الكلام ده كله، وبناء عليها ممكن تخش تعمل ايه؟ كده خلاص نعمل الريليز بلان بتاعتنا ونقدر نعمل الاتريشن بتاعتنا، مفيش سكراب مفيش ايه سبرنت خلاص. واضحة الحتة ديت؟ اوكي؟ خلصنا الكلام دوت، نخش في حاجة تانية برضو يمكن نادرا ما هتسمع عنها اسمها كريستال ميثودولوجي، واحدة من الميثودولوجي اللي بتعتمد برضو على الاجايل. لكن اذا سبايك از تو اكتيفيتي، مش واخد بالي يا دكتور يعني ايه تو اكتيفيتي؟ تو اكتيفيتي انا بسال، هل السبايك اللي هي بتوازي كلمه اكتيفيتي؟ احنا عندنا الورك باكج وبينزل اكتيفيتي، ممكن يبقى جواه اكتر من اكتيفيتي. السبايك فتره زمنيه داخل انت تعمل شغلانه
وفي بعض الفيتشر اليوزر ستوريز اللي مش واضحه بالنسبه لك هتعرف تعملها ولا لا، وبالتالي ما تقدرش تقدر لا تايم ولا كوست فيها. فتطلب ايه؟ تطلب فتره زمنيه اسمها ايه الفتره دي؟ سبايك، عشان تتست وترد عليهم. اوكي شكرا. بروف اوف كونسبت، بروف اوف كونسبت دي بتوازي البروف اوف كونسبت فعلا. الكريستال بقى ميثودولوجي يا جماعه، الكريستال ميثودولوجي ده عباره عن ايه؟ عباره واحده نوع من انواع الميثودولوجي برضو اللي بتعتمد على الاجايل، بس بتعمل عمليه كاتيجورايزيشن للمشاريع، بتصنفها اكوردنج للاحجام ومدى اهميه المشاريع ومدى تداخل البشر فيهم ومدى حساسيتهم للاشخاص. يعني انت لما بتيجي تتكلم دلوقتي لمشروع مثلا ان انت تعمل سوفت وير ابلكيشن اغاني، ما عادي ده هيبقى مشروع صغير، في اشخاص متداخلين فيه لكن مش بيأثر على حياتهم. لكن دلوقتي لو احنا بنتكلم على تصنيف المشروع الكوفيد فاكسين بالنسبه للمشاريع كلها الموجوده في الحاله، فاحنا بنتكلم وان اوف ذا بيجست بروجكت ان ذا وورلد، بيأثر في حياه البشر بشكل كبير جدا. فاكوردنج للكريستال ميثودولوجي، الكريستال ميثودولوجي بيقسم المشاريع بتاعته اكوردنج لايه؟ ها ليه؟ هل المشروع دوت سهل ولا صعب؟ هل المشروع دوت عاوز فلوس كتيره ولا قليله؟ هل المشروع دوت بيأثر في حياه الناس ولا ما بيأثرش؟ فبنتكلم على السايز والكومبلستي وتاثيرها في حياه الاخرين، وبالتالي دي بيسموها الليفلز المختلفه من المشاريع الخاصه بالايه الكريستال. وبالتالي الكي برينسيبلز او المبادئ الاساسيه اللي هم بيشتغلوا عليها في الكريستال ميثودولوجي، هل برضو بيشتغلوا على الفريكوينت ديليفري اجايل؟ اوكي، بيشتغلوا على الامبروفمنت، بيشتغلوا على الكوميونيكيشن، بيشتغلوا على البيرسونال سيفتي، ودي يمكن الحاجه الجديده والمهمه جدا ودي المميزه بالنسبه لكريستال، ان المشاريع هل المشروع دوت بيأثر في اشخاص في حياتهم ولا لا. فبالتالي في مشاكل كتير ممكن ما تكونش ليها تاثير بحياه او موت زي ما بيقول، لكن مثلا كوفيد فاكسين الموجود دلوقتي اللي بيشتغلوا عليه، لا ده بيأثر في حياه الناس. فبالتالي من ضمن المبادئ بتاعه كريستال برضو الفوكس، احنا بنفوكس على نيتش او كاتيجوري معين نشتغل عليه، وبالتالي بيحتاج ان هو يبقى فيه ناس اكسبرت في الاوتوميتد تيست، الانتجريشن بشكل مستمر، الابلكيشن يطلع انتجريت مع الابلي، المنتج يطلع انتجريت مع الابلي، فيحصل انتجريشن وبالتالي يحصل ان انت تطلع برودكت متكامل بشكل او بشكل او اخر. عندنا يمكن بيدوا تصنيفات بالالوان في الكريستال، فبيقول لك مثلا الكريستال كلير ده معناه ان مشروع محتاج سمول نمبر اوف تيم، المشروع دوت تاثيره قليل على حياه البشر، وبالتالي الفلوس ما هوش ضروريه ممكن تتقضى من اي مكان. اما كريستال ريد طبعا ما بين الكلير والريد في اورنج، اوكي، وبالتالي كريستال ريد ده بروجكت فيري لارج، اوكي، كريتيكال لحياه الاشخاص وبيديل مع الحياه والموت زي الفاكسين بتاع الكوفيد، وبالتالي احنا بنتكلم في تصنيفه هيبقى كريستال ريد. فده نوع من انواع الميثودولوجي بيشتغل على الكاتيجورايزيشن شويه للمشاريع الموجوده. طيب مين عنده سؤال؟ وتزر نوم قطيبه كتب واحد، فده معناه عنده سؤال ولا ما عنده سؤال؟ باشمهندس وائل فاروق الحمد لله على السلامه، اهلا وسهلا بيك. ايوه مين عنده سؤال؟ عنده سؤال يتكلم يلا. الو تمام ما اعتقدش السبايك هتعدي 5 ايام، وجهه نظري ما شفتش السبايك اكتر من كده 1 ويك، فما شفتش السبايك اكشوالي. لو حد يقدر يخش على النت دلوقتي يشوف السبايك بتبقى اراوند قد ايه، هاو ماني دايز السبايك، هاو ماني دايز، ما 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 شفتش حد بيتكلم على السبايك، فان هو ساوث كوريا ريبورت بيجست سبايك ان كورونا فيروس كيسز في 49 يوم، بس هم بيتكلموا على حاجه ثانيه. اوكي لا ما فيش، مش متحدد لها في الامتحان حاجه، السبايك فتره زمنيه، فتره زمنيه بتبقى قصيره. دو اي هاف تو ريممبر اول؟ لا البرنسبلز، لا مش محتاج تحفظ كل البرنسبلز، انت محتاج تفهم بس.
اوكي. وبالتالي لو انت بتتابع معنا في الامتحان هتلاقي واحنا بنعمل كوتشنج معاك في الامتحان، انت ممنوع منع بتا انك تحفظ، انت محتاج انك تحل اسئله كتيره. نرجع للكتاب اللي احنا بنشتغل عليه بتاع ريتا بتاع مايك، وبنشتغل على نفهم هو ليه بيشرح الاكزامبل دوت بيزد على الكيس سيناريو، اللي الاسئله كلها معظمها بتبقى كيس ستادي، فالكيس ستادي ما روح الامتحان نفسه ما بيختبرش الميمورايزنج، فانت فكر انك تميمورايز المعلومه هنقع. فبالتالي لا، احنا هنشتغل على ان احنا نفهم الناس دي بتحل المشاكل ازاي، الناس دي بتنفذ الكلام ده ازاي، لو ما بيجي ايش وايه الخطوات والاجراءات. من كتر الاسئله اللي هتحلها معانا 2000 سؤال تقريبا، ذاتس انف، كافي جدا ان الموضوع يبقى بالنسبه لك كما لو كانت ايه، خلاص انت مولود بالمعلومه دي. وصلت يا عيسى؟ اوكي طيب. Okay. In the exam, crystal and XP methodology, including XP. ما شفتش crystal. Okay. ولو سألك crystal هيسألك في الكاتيجوريزيشن. لو قال لك دلوقتي احنا بنكاتيجوري المشروع دوت انه هو بيأثر في حياة الآخرين، هو ده XP ولا crystal؟ أنا بسألك سؤال دلوقتي. لو المشروع حجمه كبير ومحتاج فلوس إلزاميا وبيأثر في حياة الآخرين، بس خلاص ده بقى crystal. خلاص اوكي. هنعرف الميتافور، بس انت مش محتاج الميتافور دلوقتي، بس الميتافور هو يعني شخص او بروسيس بيتم تنفيذها علشان تقدر توصل لايه، للريليز، يعني ستيب من نقطه من ستيب، مش موضوع حديثنا دلوقتي لان هي مور ادفانسد، هنتكلم عليها قدام شويه. اوكي مشاعيد دي لسه معادها قدام، يعني ما مش محتاجين نتكلم فيها دلوقتي. طيب ناخد بريك، بقى لنا ساعه متخيلين، بقى لنا ساعة يا جماعة، صح ولا غلط؟ ناخد بريك نصلي ونلتقي بعد الفاصل. اوكي. لا انت تعودت على حاجات كتير قوي يا باسم، ايه قصة قبل البريك دي؟ بعد البريك يا حبيبي، يلا سلام. ما بقول لك طبعت البرزنتيشن وطبعت البروشور، وما دي كانت قصة، دي كان قصة بروشور حياتي يا عين، يعني باظت خلاص، يلا سلام. عدنا. ايوه يا هلا يا هلا. طب تمام، نبدا بمين؟ نبدا بايه الاول؟ مين عنده، حد عنده اي اسئله؟ نقوله قلنا الو باشمهندس عيسى عنده سؤال، باشمهندس حسام عنده سؤال ولا لا؟ النهارده الاسبوع ده كان صعب صعب صعب، واحد عنده صداع النهارده، بس ايه كان لازم المحاضره دي ننجزها، عندنا امتحان في اسئله تتفتح. طيب نبدا الدي اس دي ام، برده في التسعينات بيقول لك ايه باشمهندس عيسى، for all methodology that will be described here it's fair no extra study request. لا مفيش، لا مش محتاج، لا. فبالتالي في التسعينات برضو بدأوا يشتغلوا على حاجة اسمها الـ DSDM أو الـ Dynamic System Development Method، ودي بتعتمد على زي ما بيقولوا الـ Rapid Application Development، بحيث ان هم يقدروا كانوا بيتكلموا في ميثودولوجي تسرع من الـ Software Development. وبالتالي امتحان النهاردة ما ينفعش تأجل، لا بصوا هنحل مع بعض النهاردة أسئلة، هنحل مع بعض النهاردة ايه اسئلة انا هحلها وانتوا معايا، وبكرة هنزل لكم الامتحان. اه كده كويس، والامتحان هيبقى مفتوح لمدة اسبوع. اقول ايه تاني؟ واللي هيحل الاسئلة هتطلع له الشهادة بتاعته. اقول ايه تالت؟ اه مفيش تحية مصر، واحدة بس تحية مصر. ها او بسألها دخلي بتسلم الايات تاني. فبالتالي الدي اس دي ام لما عملوها واشتغلوا عليها ان اوردر ان هم يتكلموا في الديفلوبمنت اسرع، وتحولت بعد كده الدي اس ام دي ام بيسموها الاترن ابلكيشن او الاترن ميثودولوجي. الدي اس دي ام بتستخدم الماسكو
تكنيك ماسكو تكنيك، واحده من الحاجات برضو اللي هنشرحها بالتفصيل وهنشوف الجزء البراكتيكال بيتم ازاي. الماسكو هو تكنيك للسليكشن للهايست برايورتي ريكويرمنت احنا محتاجين نشتغل عليها، وبالتالي الماسكو اختصار لماست شود could and won't. الحاجات اللي must be ننفذها في الiteration، الحاجات اللي should be ان احنا نعملها في الiteration ديت. It will be nice could ان احنا ننفذ كمان واحدة او اتنين من الفيتشر ديت، and will not ان احنا نسلكت مع مجموعة من الفيتشر مش محتاجين ننفذها في الiteration. فده الماسكو تكنيك. الماسكو تكنيك برضو واحدة من ال DSDM تكنيكس اللي بتستخدم جوه الاترن او ال ALM DSDM. والاترن ميثودولوجي بتفكس الجزء الخاص اللي احنا شفناه المحاضرة اللي فاتت، الجزء الخاص الكوست مع التايم مع الـ مع الكوست والكواليتي اكوردنج طبعا للووتر فول. فبالمقارنة بتاعتها هنلاقي ان الفاريبل في الاترن او في الاجايل الاترن DSDM الاترن ميثودولوجي ان الاسكوب او الفيتشر هي متغيرة، اما الكوست والتايم والكواليتي فهما ثابتين ولا يوجد تنازل عنها. طيب in agile any difference between definition of done and acceptance criteria؟ هو في المسميات يا حسام بيه، احنا بنتكلم في مسميات اكتر. فالديفينيشن اوف دان اكسبتنس كريتيريا هي معايير معينه بتتحط عشان تاكسبت او ترفض المنتج، لكن الديفينيشن اوف دان انت لازم تمر بدولت او بالبروسيس دي كلها او بالايتم دي كلها ان اوردر ان انت تقول ان انت خلصت الشغلانه. فالاكسبتنس كريتيريا هي بتيجي بعد الديفينيشن اوف دان. الاكسبتنس كريتيريا بتيجي امتى؟ بعد الديفينيشن ايه اوف دان. فنيجي للجزء الخاص بالبرنسبل الخاصة بالـ DSDM، هتلاقي ان احنا بنتكلم برضو عندها المبادئ بتاعتها زيها زي برضو الـ XP وزيها زي السكرام، عندها فوكس على البيزنس نيد، فبالتالي بنختار الحاجة اللي هتنجح اكتر وبالتالي ده بيسرع. هنديليفر اون تايم نفس القصة في الاجايل، التعاون كولوبريشن قلناها برضو في الاجايل، النيفر كومبرومايز الكواليتي لا يوجد تنازل على درجة الكواليتي، الكواليتي بنشتغل على اعلى درجة الكواليتي، وبالتالي بنبيلد انكريمنتال وبنشتغل على اتريتيف وبنكومينيكيت بشكل مستمر وبن ايه بنعرض الكلام دوت بشكل ايه على الايه على الكاستمر بحيث ان احنا يبقى فيه ديليفرابل طالع في اسرع وقت في فاليو للبيزنس بتاعنا. واحده برضو من الميثودولوجي الموجوده واللي الناس بتتكلم عليها كتير يمكن ما تتذكرش في الامتحان هي الاف دي دي او الفيتشر driven development، برضو iteration incremental approach احنا بنشتغل بيها في مجال software development وطلعت في اواخر التسعينات. وبالتالي FDD او feature driven development بيشتغل بحيث ان التيم بيقدر يشتغل على مجموعة من الستيبس والبروسيس بشكل مبسط جدا. هسيب السلايد دي وهسكيبها وتعالى افرجكم على صورة يمكن بتعرض لي اكتر الفيتشر FDD بتشتغل ازاي. الـ FDD هي رقم واحد بتشتغل على ان احنا نديفلوب موديل، بنعمل بلان، بنعمل بزنس موديل للسوفت وير ابلكيشن بتاعنا او للبرودكت بتاعنا، وبناء عليها بنطلع من البلان ديت او بنطلع من الموديل دي بنطلع ليست اوف فيتشر، فبيطلع لنا فيتشر كامله من 1 تو 10 مثلا في الفيتشر. بناء على الفيتشر ليست ديت بنعمل بلان للوان سنجل فيتشر، نعمل بلان الفيتشر دي هنخلصها في قد ايه وبكوست قد ايه، فبنعمل بلان باي فيتشر، كل فيتشر بتعمل لها البلان بتاعتها. بناء على البلان ديت بنبدا نخش من ديزاين الفيتشر ديت ونعمل عمليه ديفلوبمنت ونسلمها. فدي الستبس الخاصه بتاعت الايه الايه الاف دي دي. فالاف دي دي البروجكت تيم ممبر بيفولو الاف دي دي ميثود بحيث ان هم اول حاجه بيعملوا ايه، ها اقرا كده معايا، بنديفلوب ايه، ها an overall model للفاينل برودكت او البرودكت، بنعمل له موديل كامل للبرودكت كله بالكامل. بناء عليها بنطلع من الموديل دي ايه يا جماعه، ها بنطلع ليستة كامله باسماء الفيتشر اللي هنطلعها من البرودكت دوت. ثلاثة بنبدا نشتغل نعمل بلان للورك، وبالتالي التيم بيشتغل على الديزاين والبيلد لكل فيتشر على ايه على حده بيشتغل عليها. دي يمكن الستيب اللي احنا ايه شرحناها من شويه، وبالتالي في الجزء ده يمكن دي الصوره او الدياجرام الخاصه بالاف دي دي. طبعا ما فيش ناس كتير بيشتغل بيها زي الاكس بي والسكرام، لكن برضو حبينا ان احنا نعرض الجزء ماشي ازاي. طبعا بيشتغل على ان احنا بنقسم الموديل بتاعنا انتو
مجموعه من الاريا، وكل جزء من دول بيطلع لها البيزنس اكتيفيتي، نبدا اشتغل عليها فيتشر فيتشر لحد ما نسلمها في الاخر للعميل. اللين سوفت وير ديفلوبمنت، اللين سوفت وير ديفلوبمنت. اتفضل. قال لك عيسى، قال لك تحيا مصر 4 مرات من الاردن. اوكي، ده هيضم الدول على بعضها كده، فهيعمل قلق على فكره. عيسى ده داخل الكورس يعمل قلق. اوكي، ركز معايا يا عيسى. اللين سوفت وير ديفلوبمنت هي مينلي ما ظهرتش اللين في من الاجايل، بالعكس اللين موجوده من قبل كده وتواجدت في مجال الصناعه في الاساس. واللين تم التبني الفكر اللين في اللين مانيفاكتشرنج عامه عن طريق تي بي اس او تويوتا برودكشن سيستم. فتويوتا هم اول من عملوا النظام او اللين ابروتش واشتغلوا عليه. طبعا هي طبعا بدات كمان قبل اعتقد 6 سيجما يوسف اعتقد في الحته دي. وبالتالي اللين فعليا هي طلعت من تويوتا. تويوتا ديت لما تيجي تمسك الكتب الكواليتي في العالم ليها انفولفمنت عالي جدا في كتير من اوجه الصناعه واوجه الكواليتي والمانيفاكتشرنج بتاع الكواليتي بشكل كبير جدا. وبالتالي هم اشتغلوا في تويوتا على ان هم يسرعوا الماس برودكشن سيستم اللي كان عامله هنري فورد في صناعه السيارات. فالماس برودكشن فكرتها ان احنا ننتج عربيات بكميات كتيره. وبالتالي جم بتوع تويوتا قال لك طب ما احنا ناخد السيستم بتاع هنري فورد للماس برودكشن ده ونبتدي نشتغل على الجزء الخاص بعدم اهدار بروسيس او وقت او بروسيدر عشان نسرع كميات اكتر من اللي كان حاطه حتى الماس برودكشن سيستم بتاع هنري فورد في بناء الايه السيارات. وبالتالي اللين اتس نوت ان اجايل ميثودولوجي، دي معلومه بس جايه عشان ما حدش يقول لك ايه لا اللين من ضمن الميثودولوجي. لا يا فندم، اللين خلاص اتس نوت ان اجايل ميثودولوجي. اللين ابروتش هي فيري الايند مع الاجايل، متوائمه بشكل غير طبيعي. في ارواح تلاقت ما بين الاجايل وما بين مين؟ وما بين اللين. الفكر هنا عدم اهدار وقت، وعدم اهدار وقت عمرك ما هتوصل له، ولا عدم اهدار اي حاجه اي بروسيس، او عدم اهدار اي ماتيريال او استنزاف طاقه الموظفين او العمال او اهدار ماتيريال. ده مبدا مش هيحصل الا لما يكون في تحسين مستمر للشغل بتاعك. ودي واحده من ضمن البرنسيب الخاصه بمين؟ بالاجايل. وبالتالي زي ما عيد قال لك ايه، قال لك الاجايل، باشمهندس عيد قال ايه، الاجايل از اتشايلد اوف الين. ماشي، وان كان انا مش هعترض ومش ايه مش هوافقك، لكن الى حد ما في الاينمنت، الاثنين ماشيين في نفس الايه في نفس الايه الطريق بتاعه. طيب كان وي سي ان الاجايل، هي برضو انت كلامك كده ماشي مع عيد. هل الاجايل از اندر لين امبريلا؟ الاجايل بتنفذ مبدا من المبادئ المهمه جدا وابروتش من الابروتش المهمه جدا. الاجايل بتنفذ مبدا وابروتش مهم جدا من اللين، عاوز سميها ان هي بتمشي تحت الامبريلا، اتس اوكي، متوافق معاك. وان كان في حته في اللين هي السيستماتيك، الاستبات بتاعتها بتبقى ماشيه بشكل منتظم، الادابتيشن فيها بيظهر ان اوردر ان احنا نعمل امبروفمنت. فمش عاوز اقول ان هي تشايلد، انا الكلمه دي صعبه قوي، يعني ان انا لو قلتها تتاخد عليا. فان هي تتاخد ان احنا الاجايل وان اوف ذا او هيتس بيرنت بتاعتها هي اللين، لا، هي في توائم، في الاينمنت. الكلمه دي على فكره انا اهي الكلمه دي مهمه قوي. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لك ايه، اللين ابروتش is closely aligned مع الاجايل. كان سهل عليه يقول لك ده البيرنت بتاعي، لكن لا، هم متماشين مع بعض، الاثنين متماشين مع بعض، مش ما فيش حد طالع من الثاني. طيب اللين بدا في المجال المانيفاكتشرنج، لكن سرعان ما طبعا دخل في السوفت وير، وبعد كده دخل في ابروتشز، ودخل في صناعات ثانيه وفي مجالات ثانيه مش بس المجال الصناعي. اللين بتعتمد على عدم الاهدار، ده بالمقام الاول، وبالتالي كان التنفيذ بتاعه على اساس ان ما يحصلش اوفر يوز لريسورسز او بروسيسز، وبالتالي ما يحصلش اهدار لماتيريال، وما يحصلش ايه اهدار. فبيشتغلوا على مبادئ اللي اسمها الموري مورا والمودا، ودولت الثلاث حاجات الخاصه بعدم الاهدار او عدم وجود ايه ويست.
اللين برينسيبل بتشتغل على السبع ايتمز دولت. اللين اتس نوت صح صح حلو قوي دي محمد جاب لي النقطه المهمه. ما ينفعش نقول دي اللين هي البيرنت بتاع الاجايل والاساس ان اللين اساسا اتس نوت ا بروجكت مانجمنت ابروتش. خلاص صح الكلمه دي الله يكرمك سقفه ارفع لك القبعه. اللين صح هي وهي بروسيس امبروفمنت ابروتش. ففي فرق ما بين بروسيس خاصه بحاجه بروسيس ودي بروجكت مانجمنت. والناس اللي درسها بروجكت مانجمنت عارفه ان الاوبريشن تختلف تماما على مين تختلف عن البروجكت مانجمنت. وبالتالي لما بكلم لين يتشال اكتر من اللي في الايه في الجزء لا اللين ثينكينج احنا بنتكلم دخلنا كده في مواضيع ثانيه هنسرح فيها. فاللين ثينكينج ده موضوع ثاني. وبالتالي احنا لما بنيجي نتكلم في المبادئ الخاصه بالجزئيه الخاصه باللين فاحنا بنتكلم البرنسبل ان دايما يحصل مينيمايزنج للويست مينيمايزنج للوقت والمجهود على قد ما بنقدر نيليمينيت نقلل ونحاول نبعد عن فكره ان احنا نغلط ونعيد الشغل تاني ويحصل ريورك بشكل او اخر. التحسين الامن والسلامه زياده الانتاجيه وده يمكن الهدف الاعظم اللي بتاع المانيفاكتشرنج كلهم نقلل الانفنتوري وبالتالي بيتكلم فكره الانفنتوري الزيرو انفنتوري. فالايتم يجي على التركيب زي محطه الكهرباء بتاعت مصر في بني سويف التربينه اول تربينه نزلت على التركيب كان ممكن ينزلوها ويخزنوها لا شافوا معدلات البروجريس ماشيه ازاي فابتدوا يصنعوا بناء على المعدلات وبناء على الجدول الزمني ان اوردر ان التربينه ما يحصلش ليها تخزين وبالتالي ممكن هالك وبالتالي ممكن دامج فتنزل تركب على طول. وبالتالي دي كانت نقطه مهمه جدا ان احنا في اللين بيشتغلوا على الزيرو انفنتوري ريديوس طبعا بالكامل طبعا ما فيش انفنتوري ما فيش ويست لاي حاجه فبالتالي ريديوس جاست ان تايم في الكونستراكشن جاست ان تايم في التركيب جاست ان تايم وشغل على طول. وبالتالي البريفكشن بنتكلم على الجدول الزمني برضو ماشي على الجدول الزمني. كل دي من المبادئ الخاصه باللين واللي يعتبر ويمكن شرحنا الاكزامبل بتاعها بتاع الراجل الجزار اللي بيشاف اللحمه واتكلمنا كمان على الاكزامبل الثاني الخاص بايه بمصنع ال جي في مصر وتركيب الشاشه الشاسيه بتاع الشاشه وعدد المسامير وبالتالي فكره علبه المسامير اللي قدامي يبقى فيها النمبر اوف ايه المسامير اللي محتاجها الشخص في الورديه بتاعته. الكلام ده كله بيعزز البرنسبل الخاصه بالايه الخاصه باللين. اتكلمنا على السبع ايتمز دولت وبالتالي طبعا هنخش على الكامبان. الكامبان اتكلمنا على لين ونتكلم دلوقتي على الكامبان. الكامبان دي برضو تويوتا عملت او تي بي اس عملت خدت واحده من التكنيكس بتاعتها الاجايل طبعا تبنتها على طول. فالاجايل تبنت تكنيك من ضوء تكنيك اتس نوت ا ميثودولوجي اتس ا تكنيك. والتكنيك ده كان موجود في المصانع تخش المصنع تلاقي فيه وايت بورد كبيره جدا وفي يمكن في منطقه صناعيه في العاشر من رمضان وفي 6 اكتوبر ناس متخصصه في انها تصنع وتكستمايز وايت بورد از كامبان بورد اوكي لكل مصنع حسب الكاتيجورايزيشن بتاعته. فبالتالي الكامبان تكنيك بتستخدم علشان تحدد كل الايتمز اللي بتتم تنفيذها خلال السبرنت او خلال الايتريشن خلاص. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا ان احنا نبقى عارفين. طبعا في اكزامبل كتيره دخلت مصنع بالابسط من الحاجات كلها ان الكامبان بورد بيتحط عليها التو دو ليست ايتم بيتحط عليها الجزء الخاص ب التنفيذ. يمكن ممكن اعمل لكم شير دلوقتي للتول بتاعتي اللي انا بستخدمها مش عاوز افتح لكم الفضايح لكن ممكن نفتح حاجه كده ايه حاجه من الديفلوبمنت اللي احنا بنعملها. بحاول اجيب لكم اكزامبل حي زي ما بيقولوا ممكن اعمل شير دلوقتي ما اعرفش هتشوفوا الشير شايفين الشير ده ولا لا مين ياكد عليا ان هو شايف الشاشه دلوقتي واضحه قدامكم صح كده. طب ايه المنظر اللي قدامكم ده
ده برنامج اسمه تريلو، مؤخرا اتباع لشركه مهمه جدا من الشركات عندي طبعا هنا، دي البوردز بتاعتنا كلها اللي احنا بنشتغل عليها. بنشتغل مثلا على الجزء الخاص يعني الامور ان احنا بنعمل في الديفلوبمنت، في الاوبورتيونتي اللي قدامنا، الديفلوبمنت بتاعت البي بي اي والبي ام بي ما بنيجي نشتغل عليها بشكل او اخر. فحاطين مثلا ليست اوف ايتمز، لو فوجئتوا ان دي مجموعه من الفيتشرز كلها والمفروض اول بوت نشتغل عليها، وبالتالي خلصنا مرحله البرزنتيشنز ليها انا والتيم اللي معانا متحددين. بس ان احنا مثلا خلصنا تي ايتم معين وليكن انيشيشن، بقدر اكتب له السكريبت بتاعته الانستراكشنال ديزاين. وانس السكريبت انستراكشنال ديزاين خلص، الارت وورك بيبدا نشتغل عليها. ابسط حاجه من الحاجات اللي عن البورد، لو جبت لكم منظر هنا لويلكم بورد عاملها تريلو نفسها، ادي التريلو ادي، وده فري، اتس فري توتالي فري ان انت تستخدم البرنامج ده، ومنه موبايل ابلكيشن ورائع انت ممكن تخزن عليه كل حاجه. اتس توتالي فور فري، لا كلمه توتالي غلط، هو فور فري، في بعض الفيتشر بوست بيعملوا ديفلوبمنت ليه بشكل غير طبيعي. فان اوردر ان انت تحط الايه، عندك كاتيجورايزيشن، عندك التو دو ليست، عندك الحاجات اللي انت بتشتغلها، عندك الحاجات الدن، انت ممكن تزود كاتيجوري، وبالتالي بتسيج مثلا الدوينج، فبتلاقي الدوينج بتتكلم في الايتيمز جواها، ممكن تحدد مين الممبر اللي بينفولف معاك، الليبل ممكن تدي لها الوان واشكال، وممكن تعمل تشيك ليست. احاول اجيب لكم حاجه ليها تشيك ليست، حاجه زي دي. فبالتالي لو انا عندي 3 ايتم، فانا خلصت اول ايتم فانا مخلص 30%، عملت تشيك بوكس على اللي بعديها، ات مينز ان انا خلصت 67%. فده طبعا بيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تقدر تنظم الشغل. الكامبان لما طلع في تويوتا ما كانش بالمنظر اللي انتوا متخيلينه دلوقتي. يعني نرجع ثاني للبرزنتيشن بتاعتنا، الكامبان ما كانش طالع غير اكتر من هو وايت بورد ستاتيك، وبالتالي متقسم كولومز، وبالتالي بتحط الايه اليوزر ستوريز بتاعتك في التو دو، وبالتالي ممكن تلون اليوزر ستوريز، فكل فرد من افراد التيم بيبقى عارف اليوزر ستوري دي هي متوافقه مع او دي شغلته ولا لا، فبيقدر يحدد الايتم يبدا يشتغل عليها. بيبقى فيه بروسيس بروسيدر متحدده ومتنفذه بشكل بالكامل. هنتمرن في الكورس بتاعنا على التريلو، ويمكن الكورس بتاعنا كله هيبقى محطوط على التريلو، بحيث ان احنا نبقى عارفين ايه الحاجات اللي احنا خلصناها، كل واحد يبقى عارف الايتم بتاعته، وبالتالي خلص التاسكات بتاعته، حل الكوزات، قفل السكشن دوت، حط الملخص، بنقدر نربطها مع الجوجل درايف، مع الدروب بوكس، بنقدر نربطها مع اليوتيوب، مع الايتم، مع وورد فايل، نقدر نربطها بشكل او اخر بحيث ان كل حاجتك تبقى موجوده. اتس فيري سمبل، ملهاش علاقه بالبروجكت مانجمنت في ان هي تيستيميت الكوست، لكن ممكن تحط ديدلاين للايه التاسك انها تخلصها. فواحده من الحاجات المهمه جدا انت تشتغل عليها. فعليا انا بحب ان الوايت بورد يبقى معمول بشكل التقليدي، لكن مع المتغيرات، وان انت ممكن تكون بتسافر سافر يا ايه القصه الحزينه دي، مين يا جماعه اللي اتكى على شيء ذكرى اما كنا بنسافر، فطبعا الوايت بورد التقليدي ما تبقاش ايه اتكيت على الجرح يا محمد. ايام ما كنت بسافر، اوكي كنت اخش على اقول لهم لا وايت بورد ايه، وايت بورد ايه، احنا تريلو. اوكي دلوقتي خلاص ملوش لازمه التريلو، نرجع للوايت بورد، ما احنا محبوسين مربع حيطان. يا عم بخ. فالكامبان بورد معظمها في المصانع، بالذات في السوفت وير ديفلوبمنت، موجوده في الاوضه بتاعت التيم. فبالتالي واحده من ضمن مبادئ الانفورميشن ريديتور ان احنا يبقى شايفين ده تو دو ليست اتسحبت ايتم، دي الايتم اللي دوينج ناو، ودي الايتم اللي دان، ودي الايتم اللي محطوط عليها ستيكر ان هي بتتعمل لها ايه تيستينج او فيها ديفكت. فدي نقطه مهمه جدا. الكامبان بتستخدم الكاردز الخاصه باليوزر ستوريز عشان تكتب عليها النوتس وتكتب عليها الكاتيجوري بتاعتها، وده بيساعد المديرين في ان هم يبقوا شايفين الحاجات الايتم اللي بتتنفذ والايتمز اللي موجوده او واقفه في الايه في البروسيس وفيها مشكله، فبالتالي
تبقى نقطه مهمه جدا تعرف مدى البروجريس بتاع الشغل بتاعك ماشي ازاي. دي واحده من شكل من الاشكال طبعا الجرافيك الخاصه بالكامبان تو دو ديفلوبمنت تيستينج ديبلويمنت دان. فبالتالي احنا محددين ومصنفين باي كلر باي كاتيجورايزيشن. ريفيجن ريديتور قلنا الريديتور بتاع العربيه اللي اتكلمنا عليه المحاضره اللي فاتت. فالانفورميشن ريديتور طبعا واحده من الميثود اللي بتستخدم لديسبلاي المعلومات واللي بتعزز الشفافيه في الايه المشاريع اللي بتتنفذ بالابروتش خاصه الاجايل. وبالتالي مع الانفورميشن ريديتور انت مفترض ما ينفعش تبقى عامل لي انفورميشن ريديتور وتيجي تقول لي ايه ها انت وصلت لفين. لا ما هو البعيد يعمى يا انا بنفذ الانفورميشن ريديتور بشكل خاطئ. فالمفترض ان ما يكونش فيه اسئله. اوكي مفترض ما يكونش فيه اسئله مع الانفورميشن ريديتور. don't need to ask a question. كل المعلومات معروضه. وعشان تبقى معروضه صح لازم تبقى بسيطه وفيمبل. وبالتالي اي حد معدي يقدر يعرف البروجريس بتاع الموضوع وصل لحد فين. بعض الفيتشر الخاصه بالانفورميشن ريديتور انها بتمكن فريق العمل بتاعك ان يشوف الوضع الحالي للمشروع. لانه مش انت شغال لوحدك, في معاك زمايلك, وبالتالي بيعرفوا البروجريس بتاع المشروع ازاي. فموست بيعمل امبلمنتيشن للكلام دوت فبيحط الشغل بتاعه على الايه على الانفورميشن ريديتور. في ناس بتعملها شاشات ال سي دي. الشاشه ال سي دي بتبقى مثلا مربوطه بالكامبان, فانت ممكن تبقى شايف الكامبان ماشي عامل ازاي من خلال الانفورميشن ريديتور في التريلو. حاطط التريلو على السوفت وير على الشاشه ال سي دي, فانت عارض القصه. ممكن تقسم الشاشه اكتر من ال سي دي, اكتر من حاجه, اكتر من جراف من برنامج, فبرضه بتبقى عندك القدره ان انت تتشيك. وبالتالي النقطه معظم او اشهر الانفورميشن ريديتور التاسك بورد اللي احنا عارفينها واللوحه الخشب ديت, او ممكن يبقى تشارت او بيرن داون فيها جواها بيرن داون او بيرن الايه الرسومات اللي مدى التقدم في الشغل. الانفورميشن ريديتور تبقى افكتيف, هي لازم تبقى بسيطه, لازم تبقى حالي. ما ينفعش تحط انفورميشن ريديتور بتاع الشغل بتاع الشهر اللي فات للكرنت ستيت. اللي لازم تبقى مؤثره, لازم تبقى واضحه فيزبل, لازم تبقى فيها ارقام وبشكل قليل. ما تحطليش تفاصيل, كلمه تفاصيل دي تبقى متعارضه مع كلمه سيمبل. فدي نقطه مهمه جدا لازم نشتغل عليها, ان انت لما تيجي تعمل انفورميشن ريديتور مش تعملها وتخبيها, تعملها مبسطه متشافه. فبالتالي الشفافيه بتبقى ايه being agile و doing agile بشكل او ايه او اخر. حد فيهم الانفورميشن ريديتور يا شباب؟ في واحد زميلي في السعوديه بدا ينفذها. هو ينفذها بشكل مبسط في الاول, فالتيم كان في الاول كونفليكت, فقال الناس مش عاجباها مش فاهمه. قلت له مش انت بتعمل ايه؟ فبالتالي بيجي هو الصبح بدري يحط التاسكات, وبالتالي كل واحد بيعمله محتاج ان هو يقعد مع كل واحد يعرفه طريقه ايه. خلاص هو فهم البروسيدر ماشي ازاي, وبالتالي هو بنهايه اليوم بيبقى عارف شغله ماشي وصل ازاي. فكره بقى ان هو وصل لمرحله ان هي ماشي بهذا الشكل, وبالتالي رابط ده او رابط الكامبان بورد بالديفينيشن اوف. ففكر ان انت تسحب تقول هو دان وتحطه في الدان في الكولوم بتاع الكاتيجوري بتاع الدان, ات مينز ان هو بيحقق الايه الديفينيشن اوف دان بروسيس او الكرايتيريا اللي احنا ايه حطيناها. بات اي جاست هاف ا سمول كونفليكت. قول يا يوسف ايه الكونفليكت اللي عندك؟ از كامبان تايب, از كامبان تايب واحده من الايتيمز اللي ممكن تبقى بتتعرض جوه الانفورميشن ريديتور هي الكامبان. ممكن اوكي, وبالتالي عندك ممكن الايتم, لكن معظم الايتم الموجوده على الانفورميشن ريديتور بتبقى في الغالب بتبقى هي البيرن اب والبيرن داون شارت واليوزر ستوريز, الوضع بتاعها والموقف بتاعها ماشي ازاي, واحنا في السبرنت رقم كام, والتفاصيل دي. يعني ممكن اجيب لكم صوره هتعجبكم قوي لشكل من اشكال الانفورميشن ريديتور. I hope انها تعجبكم. I hope انها تعجبكم.
هي راحت فين؟ لا صعب اجيبها لكم دلوقتي تصدقوا. ريسيلينس؟ لا هتيجي. ادي منظر لواحدة من ضمن الانفورميشن ريديتور. بصوا المنظر ده كويس، الصورة دي اها، دي انفورميشن ريديت عارضة البيرن اب والبيرن داون شارت. الكامبان مش شرط ان هي تبقى موجودة الاساس، مش شرط، بس دي شاشة ديجيتال. فتعال نتفرج على حاجة ايه تراديشنال للانفورميشن ريديت. حاجة احاول اجيب لك واحدة تراديشنال. ادي شكل تاني، ادي شكل تاني بس مش تراديشنال، دي ديجيتال برضه. عشان كده قلنا ادي مانس ده ايه؟ ده انفورميشن ريديتور بالظبط. لكن كامبان بورد قلنا يمكن ممكن تحطها، لكن كامبان بورد في الاساس موجوده فين يا جماعه؟ في اوضه مين؟ في اوضه الديفلوبر. بص بقى الواحده ايه؟ دي ايه؟ الصوره دي بحاول اطلعها لكم. ها؟ دي ايه؟ لا ركز فيها الله يكرمك شوية، ركز فيها شوية تاني يا باسم، ركزوا فيها شوية. دي فيها كامبان بورد وفيها ايه؟ بيرن داون شارت وفيها ايه؟ وفيها كل التاسكات واليوزر ستوريز، فيها كل حاجة. دي انفورميشن ريديت، دي ميكس بقى، ده اللي كنت بتكلم عليه، دي اللي كنت بتكلم عليه. وصلت يا يوسف؟ انا بلف وادور عشان اجيب لك الصوره دي بقى من ساعتها. وصلت ولا وصلت؟ تفرق على فكره، وصلت ولا وصلت؟ عندها في مصر وصلت، عندكم في سوريا بقى ما... حبيبي شوف بس كده، ايوه كده وصلت. نكمل نقول الو ارجع كما كنت. الا نوليدج شيرنج، النوليدج شيرنج وطبعا مهمه جدا ان الاجايل بروجكت يتم تنفيذها within a time box manner بشكل وقت محدد، وبالتالي خلال الوقت دوت محتاجين ان احنا يبقى في نقل المعلومات. فالنقل المعلومات في الاجايل طبعا بيتكلموا 1 تو 1 بشكل جو اند باك انتر اكتيف بشكل 1 تو ميني. ف مهم جدا يحصل نقل المعلومات لان ده هيساعد في الشفافيه، واحد اثنين ده هيساعد في الكونتينيوس امبروفمنت ويساعد في نجاح المشروع بشكل او اخر. فدي مهمه جدا من في الاجايل ميكانيزم بتاعت البروجكت مانجمنت جوه الاجايل، وبالتالي دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل نقل المعلومه ونقل للمعلومه ما بين الاشخاص وبعضهم جوه التيم او ما بين التيم ومع البرودكت اونر او اي حد من الكاستمر والاداره العليا. والليسته اللي جايه دي، الليسته اللي جايه دي ركزوا فيها لان دي بتيجي فيها سؤال. يقول لك واحده من البراكتسز اللي بتستخدم في النوليدج شيرنج، واحده من الثمانيه اللي جايين دول، يعني الثمانيه اللي جايين دول يعتبروا نوليدج ايه؟ شيرنج. لو نفذتهم يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى انت بتعمل ايه يا جماعه؟ حد يمليني كده، مش سامع اي حد فيكم. يبقى بتعمل نوليدج شيرنج. واحد، البروجكت كيك اوف ميتنج. البروجكت كيك اوف ميتنج في الاكوردنج في المشاريع العاديه معروفه في التراديشنال اللي هي بعد الابروفال على البلان في الكيك اوف ميتنج هي الستارتنج اوف ذا بروجكت، وبالتالي الكيك اوف ميتنج دوت بدايه المشروع. لو المشروع بس توافق عليه دان. السبرنت بلاننج ميتنج الثمان ساعات الاجتماع اللي احنا قلنا عليهم ده يعتبر واحده من ضمن الاجتماعات والبراكتسز اللي يتم استخدامها لايه؟ ها؟ للنولج شيرنج. سبرنت بلاننج ميتنج. ثلاثه، ادي لي ستاندرد ميتنج الربع ساعه يعتبروا ايه؟ ها؟ واحده من ضمن البراكتس التي يتم استخدامها لعمليه النولج شيرنج. البير بروجرامنج، لما تلاقي قاعد جنب زميلك كده وانت مش لاقي الغلطه ويروح رزعك على قفاك يقول لك انت ناسي السيم كله، وتقول اه يا دماغي، فبعد كده اه يا دماغي دي هتسمع عندك بعد كده عمرك ما هتنسى السيم كله. ما هي دي نولج شيرنج، صح كده ولا غلط؟ اسماء ضحكت، واضح ان حد قالها قبل كده برضو اه يا دماغي.
مره 2001 2001 قاعد بنعمل تاسك كده في اي بي ام في منحه, وفي المنحه واحنا بندرس وانا كنت لسه طالب 2001 ولا 2000 2001 وعمال يكتب بقى واللي قال عليه جينيوس, عارف ايه اللي قال الجينيوس اللي هو بيبيعوه عليه كاتبين كود دي 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 دي, وراح انا عاوز امشي وتعبان والساعه بقت 9 ونص وهم مشوا بقالهم نص ساعه, فانا اكتب الكود وزميلي اللي قاعد جنبي تقريبا برضو يعني كان ضارب نوع من انواع ال7 اب المكشوف يعني عدوها خلوها 7 اب اوكي, وابص على الكود بتاعه وهو يبص على الكود بتاعي, احنا ناقلين زي بعض, احنا ايه ناقلين زي بعض, وهو يرن وانا رن وهو ما شاء الله الكود راح مطلع النتيجه وانا عندي ولا الهوى مطلع لي ايرور, وهو ايرور واحد ومش لاقينه. هفرجكم على قمه النولج شيرنج دلوقتي, قمه النولج شيرنج. فهو راح ايه عاوز يقوم يمشي, قلت له لا وحياه سيدي اللبلوبي ما انت قايل هتقعد تعرفني الغلطه في ايه, قال لي احمد ما انا مش لاقيها, احنا كاتبين زي بعض كاتبين زي بعض. ما قلت له طب وبعدين هتسيبني وتمشي؟ قال لي لا. قلت له طب بقول لك ايه, 2001 ركزوا معايا اوكي, انا هاخد الكود بتاعك كوبي بيست. قال لي ماشي. رحت ماسك الماوس انا ببص على الكود بتاعه ورحت عامل سيلكت اقول كوبي, رحت جاي على الشاشه بتاعتي بعمل بيست. قلت له ايه هي ما بتعملش بيست ليه؟ قال لي هز الماوس كده شويه اهزها. قلت له والله ده الشاشه وقفت, هو الجهاز هنك؟ قال لي مش عارف. المحاضر طبعا وقف ورانا وماسك بطنه مش قادر مش قادر مش قادر, فراح قال لنا ايه؟ قال لي يا ابني اعمل بيست كويس. قلت له عملت بيست كويس؟ ما بيعملش بيست. راح ضربنا على دماغنا الله يخرب بيتكم. قلت له ايه؟ قال لي انت بتعمل كوبي من الماوس بتاعه على جهاز بتاعك. قلت له امال اعمل ايه؟ فبيتريق عليا اكتر, فبيقول لي يا حبيبي اعمل كوبي من الماوس بتاعك وبيست من الماوس بتاعك. قلت له واضح ان انت بتتريق كده. قلت له طبعا. رحت قافل الجهاز. قلت له مش مكمل مش قادر خلاص, ما انت انك توصل للمرحله دي مش هينفع فيك كلام, خلاص انت ما ينفعش فيك كلام بعد ان انت تعمل كوبي بيست بماوس واحد اما على جهازين فانت كده عديت. البير بروجرامينج واحده من الحاجات اللي بيحصل فيها النولج شيرنج خاصه في التكنولوجي وفي البروجرامينج. الفاسيليتيتد ورك شوب واحده من الورش اللي انت وظيفتك الاساسيه انك تجيب حد اكسبرت في حته معينه فكويكلي بيديفاين الفاينل برودكت بتاعتك بشكل او اخر, فانت بتقعد قصاد واحد علامه من الاخر ممكن يعمل لك بزنس بلان لمشروع مدته 5 سنين. راجل ما بيعرفش يعمل اي حاجه في حياته بقى له اكتر من 15 20 سنه غير انه ينفذ ويديفلوب وينفذ بزنس بلان. فلما تيجي تقول له انا عاوز اعمل فكره مشروع فيحدد لك كل الجوانب, فطبعا نوليدج شيرين ابن اللذينه, وتسمى في اللقطه دي نوليدج ترانسفير. نوليدج ترانسفير. وفي ساعات مشاريع يتم تنفيذها, فودافون مصر نفذت امبلمنتيشن لاي تي تكنولوجي في عندها فودافون شركه انجليزيه جت مضت معاهم الامضه جت على عقد بنوليدج ترانسفير اللي هو تنفذ وتشغل وتخلي التيم اللي عندي يقدر ينفذ زيه اكتر من مره كمان. نوليدج ترانسفير فاسيليتيتد الورك شوب. الاجايل جيمز واحده من الحاجات اللي هنلعب بيها ان شاء الله وهتعجبكم جدا في الكورس, ان احنا نعمل مجموعه من الاجايل جيمز هيتم استخدامها فيما بعد الاجايل جيمز ديت از نوليدج شيرنج بشكل كبير, ودي اكتر واحده بتثبت المعلومات. سبرنت ريفيوز اللي بتبقى موجوده في الاخر, الريتروسبكتيف مؤخرا طبعا زي ما انتم عارفينها واحده من اكبر النوليدج شيرنج اللي بنكتشف فيها وبنعمل عمليه ديفلوبمنت للشغل بتاعنا. طيب سيرفنت ليدرشيب واحده من الكونسبت الموجوده في الاجايل, وطبعا مهمه جدا ان احنا نبقى عارفين مين المسؤول في السكرام يلعب دور السيرفنت ليدرشيب. السكرام ماستر, السكرام ماستر هو السيرفنت ليدرشيب القائد الخادم, ده اللي وظيفته يساعد التيم, وظيفته انه يشيل اي معوقات, وظيفته انه يدور ويبحث ويجيب لهم التولز ويعرفهم ايه اهم السكيلز اللي ممكن تساعدهم في نجاح المشروع او الحاجات اللي ممكن يعملها. مهمته جدا يسمع انه يبقى يعمل اويرنس, يحمس الناس,
يبقى عنده الالتزام يبيلد كوميونتي. دي صفات مهمه جدا للقائد الخادم اللي احنا ممكن نشعر، او الكوتش في الاكس بي ممتاز الله يكرمك عيد، او الكوتش في الاكس بي، دول الاثنين بيلعبوا الدور السيرفر ليدر شيب. المحاضره اللي فاتت احنا اشتغلنا على الشو هاري صح كده، ودرسنا الشو هاري اتكلمنا عليها، مش محتاجين طبعا ان احنا نشرحها المره دي. مين عنده اسئله يا جماعه؟ مين 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 عنده اسئله يا شباب؟ طيب احنا قلنا بكره هيتحط امتحان من 10 اسئله. الامتحان من 10 اسئله، 10 اسئله بسيطه ما فهمش اي حاجه، بتتكلم في الانترودكشن، وبتتكلم في الجزء الخاص بالبرنسبلز والمايند سيت بتاعت الاجايل. وانس ان انت تجاوب على الاسئله العشرة دولت، ام شور ان الناس هتجاوب عليهم بسهوله من اول مره، هتظهر لك شهاده تقدر تطبع وتنزل نسخه بي دي اف من الشهاده بتاعتك. اوكي طيب ايه فايده الاجايل كوتش في السكرام؟ لفظ اجايل كوتش او الاجايل كوتشنج في السكرام، يعني طبعا هو وظيفته الاساسيه انه بيمينتين البرنسبل والفاليوز لو التيم حاول ينحرف عن الايه، عن الايه، عن الاجايل مايند سيت وعن الاجايل ابروتش. فبالتالي الراجل السكرام ماستر وظيفته الاساسيه هو اللي بيحافظ على الحته دي، انه يحافظ ان احنا نابلاي الاجيليتي بشكل ايه، شكل سليم. فده لعبته الاساسيه. اوكي اذا اي سي بي اكزام هاردر ذان بي ام بي، لو قلنا درجه من 10 للبي ام بي، لو قلنا درجه من 10 يا باشمهندس عيسى، البي ام بي كام من 10 مثلا؟ اديني درجه من 10 للبي ام بي، ارد عليك في الاي سي بي. ها 10 من 10، 8 من 10؟ لا ناخد درجه، ناخد عيسى بما ان عيسى هو اللي سال السؤال. خلاص لو البي ام بي يعتبر 8 من 10 فانا على طول اعتبر الدرجه بتاعه الاي سي بي امتحان بتاعها، لو انت بتقول من 8 10 ما تزيدش عن 6، ما تزيدش عن 6. بص اللي حصل لك في البي ام بي يا ابني مش هيحصل لك في الاي سي بي خالص. حته تراجيدي. اللي شفته يا ابني في البي ام بي مش هتشوف زيه تاني خلاص، انت بقيت من الاحرار يا عيسى. I mean some companies have a rule agile coach. اقول يا محمد بيه، طب خلينا نتناقش فيها بعد كده يا باشمهندس عيسى بعد اذنك. اوكي باشمهندس عيسى، محمد ممكن تقفل المايك، في حد بيزمر عندك. طب خد. طيب اكمل. Can one company use different methodology for each pro? وده هايبرد، في مؤسسات هايبرد كتيره ممكن يبقى المشروع دوت شغال بالسكرام، المشروع ده شغال اكس بي لانه مينلي توتالي سوفت وير، ولكن المشروع الثاني ميكس ما بين السوفت وير ما بين الحاجه الثانيه، فممكن يبقى ميكس ده او ده. البروجكت مانجمنت تقدر تستخدم اساسا جوه البروجكت مانجمنت، المشروع الواحد ممكن تستخدم اكتر من ابروتش على فكره جوه المشروع الواحد. كان انت عندك مشروع ممكن يبقى ووتر فول وحته فيه جزء منه اجايل، او العكس صحيح هو كله اجايل في حته منه ايه ووتر فول، فانت تقدر طبعا. فدي نقطه مهمه. مين عنده سؤال؟ مين عنده سؤال؟ طيب اطلب طلب، ممكن اطلب طلب. اللينك بتاع Portolearn محتاج الناس طبعا تقول رايها في الكورس، تعمل ريكومنديشن لينا بعد اذنكم من خلال الرابط دوت، هتلاقي فيه ريفيوز، فتقول ريكومنديشن والخمسه موا. اوكي وتكتب تجربتك معنا ان شاء الله. اتمنى تجربتك مش بس في فيا كاحمد يسري، او لا تجربتك في البورتال بتاعنا والفيديو كونفرنس و الاستفادة العلمية أو كده. أتمنى طبعا دي تبقى يعني نقطة مهمة جدا منكم، ودي هتساعدنا أن احنا ننفذ أفكار. أتمنى كمان برضو تبعتولي طلباتكم وأفكاركم، لو أقدر أساعد بشكل أو آخر أقدر أساعدكم إن شاء الله. وإن شاء الله كمان الناس اللي هتكمل معنا الكورس من ابتداء من يوم السبت
اوكي عندنا الكورس هيبدا المحاضره الجايه هتبدا يوم السبت. الكورس هيبقى برضو في نفس الميعاد من الساعه 6 للساعه 10. هيبقى الجروب بتاعكم هو اسمه جروب اي سي بي 1007. اللي هيبقى على 1007 هيقدر يشوف المحاضرات ان شاء الله، وهكون معاكم خطوه بخطوه. في ناس سجلت الحمد لله، وبقى عدد صغير جدا والعدد يكتمل. فان شاء الله في جميع الاحوال احنا هنبدا وات ايفر اللي حصل، العدد عمل ايه، لكن احنا في جميع الاحوال احنا عندنا مبدا في بورتولير ما بنغيرش في الجدول بتاعنا، لكن هنبدا ان شاء الله يوم السبت الجاي نكمل الدومين. هنبدا من الدومين رقم 2، والضرب هيبقى تحت الحزام، هيبقى تي الاول. نحاول نبدا بقى دلوقتي نشتغل على حل الاسئله. نحل الاسئله، ايه رايكم؟ باشمهندس عيد بيقول لك عاوزين روابط الاسئله كتير وامتحانات. كل الاسئله ورابط، وهتبقى الاسئله موجوده مجانا على بورتولرن، موجوده يا فندم. كم محاضره في الاسبوع؟ 3 محاضرات في الاسبوع يا باشمهندس، او يا باشمهندس مش عارف هيرو ميل ولا فيميل. ممتاز. فالمحاضرات عدد 3 محاضرات في الاسبوع، فاضل بالظبط 8 محاضرات كمان، 8 محاضرات كمان على الاي سي بي ان شاء الله. ناخد السؤال الاولاني. مين معنا في السؤال الاولاني؟ What is the most important for your agile team to continuously focus on? ايه اكتر حاجة مهمة للتيم بتاعك انه محتاج انه يفوكس عليها؟ 1. Getting the right answers, understanding their tasks, ولا defining their tasks, ولا measure their performance. ومحدش يركز مع الايه البادي لانجوج بتاعتي، عشان انا ممكن اتوهها. انت ركز قوي في الاجابه بتاعتك. ها ها ايوه اخر كلام. الاجابه الصح هي الاجابه بي. الاجابه الصح هي اجابه بي. انت اهم حاجه التيم عندك في الاجايل تيم بيركز عليها هي ايه؟ هي الـ understand their task، مش انه يميجر البرفورمانس. انه اهم حاجه يفوكس عليها انه يشتغل على فكره انه يحدد ويفهم التاسكات بتاعته ايه. تحدد ديت بتيجي مهمه وكل حاجه، لكن رقم واحد طبعا the most important. اكتر حاجه لو هترتبه من الاعلى للاقل هتلاقي ان رقم واحد هو ان انت تفهم تاسكاتك ايه. ده رقم واحد، ده اللي بتعمله في السكرام، بتعمله في السبرنت بلاننج، انك تفهم التاسكات بتاعتك اللي انت ايه هتنفذها. سؤال رقم 2. السؤال الثاني، مين معانا؟ What would not be a key focus of your agile approach? What wouldn't be a key focus؟ الحاجة اللي مش هتبقى الفوكس الأساسي بتاعتك في الأجايل أبروش، إنك تنكريز الـ ROI Return on Investment. وناس تهدى كده ما تجاوبش إلا من إيه؟ على إيه؟ حد يشد الخط، أنا شديت خط. ولا إيه الـ Expecting the Change and the Uncertainty، دي مش من الحاجات اللي مش بتفوكس عليها. ولا الـ Measure الـ Progress، ولا الـ Working Incrementally. إيه الحاجة اللي مش بتفوكس عليها في الأجايل أبروش؟ ها استنى مستعجلين ليه؟ ده في واحد جاوب يه، باسم زيتون قال يه دي مش عارف تبقى ايه، يه دي تبقى دي. لا يا فندم، انت الوركينج انكريمنتلي من الحاجات اللي بتفوكس عليها. الناس اللي جاوبت دي ليه؟ يعني الناس اللي جاوبت دي، احنا مش بنشتغل انكريمنتلي اتريشن ان انكريمنتال، فدي بتفوكس عليها. هو بيتكلم عن حاجه اللي ما بتحصلش، اللي مش بتفوكس عليها. لا بقول لكم ايه، لا مش هينفع كده. احمد صلاح عطيه افتح المايك. صلاح عطيه بعد اذنك افتح المايك. معاك. انا لسه ما جاوبتش على السؤال رقم 2. كل واحد يدفع على السؤال يا احمد يا صلاح عطيه 5 جنيه، 5 دولار، لا 5 ريال. اوكي 5 ريال. 5 ريال كويس، 5 ريال شغال. اوكي 5 ريال في 4 و 8 و 10 الله يعملها شغل حلو. اوكي اللي يغلط الفلوس راحت عليه، اللي يكسب هشكره هبعت له جواب شكر. خلاص بس هنعمل شغل حلو قوي. انا عندي 1000 سؤال. ده احنا هنعمل شغل حلو قوي، هنعمل شغل جامد. وانا مش عاوزكم تذاكر. يلا والحسابات بتحسب يا يوسف، الحسابات بتحسب. السؤال رقم 2، ايه الحاجه اللي مش بتفوكس عليها؟
هل احنا مش بنفوكس على حساب او قياس او زيادة الـ ROI من اول لا جاوبوا عليه الاجابة رقم ايه؟ الاجابة رقم ايه؟ اه بنكريز الـ ROI ده بنسبكت عشان انكريز دان شكرا ستوب. هل انت ما بتتوقعش التغيرات والانسرتيتي؟ لا دي بنفوكس عليها، احنا بندور على الحاجة اللي مش بنفوكس عليها. هل احنا مش بنورك انكريمنتلي؟ لا مش بنفوكس، لا بنفوكس عليها. لكن ميجر البروجريس مش دي اللي بنفوكس عليها. وصلت؟ وصلت ولا لا؟ السؤال الثاني لو انت بسيط لا would not be a key focus، مش هي مش الكي فوكس بتاعك في الاجايل ابروتش انك تميجر البروجريس، مش الكي فوكس، نوت ا كي فوكس. انتوا ايه كنتوا مركزين على ان ايه كي فوكس؟ would not be a key focus. ايوه هيبقى appreciation letter يا استاذي، بس انت هتدفع فلوس عشان ابعت لك appreciation. اقول لك وقد تفضل سيادته بانه جاوب على السؤال صح واحمد يوسف خد منه 5 ريال بس. عاوز ايه تاني؟ حد فيهم السؤال رقم 2؟ خش على اللي بعده. ايوه تريكي طبعا بس مش قوي يعني، ده نص سطر يا محمد، ده ما 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 ما, ما, ما يجيش ربع سؤال البي ام بي. سؤال رقم اللي بعده بالراحه خالص. On a scrum team whose responsibility is to keep، من ضمن responsibility is to keep the مين اللي مسؤوليته ان you keep the priority للproduct backlog up to date as اللي changes occur. يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلام يا سلام، برضه هيتاخد فلوسكو وهبعت لك الابريشيشن ليتر. ايه رايك بقى؟ يعني هو زيك زي الصح بس على الاقل هيجي لك ابريشيشن ليتر. هو ايه في نهايه الكورس يبقى معاك حبه ورق كده، ايه ده؟ ده الابريشيشن بتاع احمد يسري. واضحه السؤال دوت؟ سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. طيب انا طلع لكم الشهاده دلوقتي وخلاص. السؤال اللي بعد كده As a scrum master you assess that the competitive market has shifted and the product and the product the team is building is no longer viable. What should you do? انت كسكرام ماستر قيمت المنافسة في السوق، لقيت ان السوق دكت وان المنتج اللي التيم شغال عليه مش هيبقى قابل للتنفيذ او ملوش لازمة، تعمل ايه؟ A. At request that the product owner immediately reprioritize the product backlog. 2. Had cancel the project. 3. Had alarm lit alert the team that they can expect to be assigned to a new project soon. Well, let ask the product owner if the viability of the project has changed. If the viability of the project. واحنا قلنا قبل كده مين الوحيد اللي يقدر يكنسل مشروع؟ لا مفيش ايه خالص. البرودكت اونر السكرام ماستر يقدر يكنسل مشروع؟ طب وبالتالي السكرام ماستر لقى مصيبه بتحصل دلوقتي عمل ايه؟ البرودكت ابرودك يا اونر اللي هو نظام حمو بيكا ستايل، ابرودك يا اونر ابرودك يا اونر انت هتلبس في الحيط على فكره يا باشا، المشروع بتاعك ما بقاش ليه جدوى، فايه لازم تشوف الوضع هتبقى ماشي ازاي. وصلت؟ فالإجابة الصح هي إجابة إيه؟ أه؟ دي. السؤال اللي بعده؟ أحمد بيه معلش بعد إذنك. قول يا باشا اتفضل. طب تاني إيه الفرق بين إيه ودي؟ ما هو طلب من البرودكت أونر إن هو يعيد البروجكت، يعيد الأولويات بتاعة الباك لوج. لا يعيد الأولويات البرودكت باك لوج يعني المشروع والمنتج زي هو، بس الفيتشر هيغير الترتيب الأولويات. لكن بيقول لك ان المنتج ما بقاش ينفع في السوق اساسا توتالي شابت راكب كده الليله دي ما بقتش تنفع، البرودكت كله ما بقاش ينفع. عارف زي ما انت بالظبط انت عملت برنامج
للتيكت بتاع المباريات بتاع مصر تذكرت فاكره؟ اه انت عامل ابلكيشن وفجاه الحكومه قالت لك ايه انا عملت ابلكيشن لكل المباريات. نعم. طب ينفع نعمل معاك؟ لا احنا بس. انا بسالك الابلكيشن اللي انت بتشتغل فيه ده ينفع يشتغل في مصر؟ اه خلاص ماشي. بس هو ممكن الاولانيه برضه تفهم ان هم لما يعيد اولوياته هيراجع المشروع برضه. بص الكلمه دي نو لونجر فايبل. خلاص ما بقاش ايه نو لونجر. الكلمه دي من البدايه المنتج ما بقاش ليه اي لازمه. نو لونجر هي دي اللي خلتك تنط من الاجابه ايه وتروح للاجابه دي. ماشي اوكي شكرا. لا احمد الصحه. طيب دكتور حسام رجب تحصل منه 50 جنيه تمن الاستفسار على السؤال. السؤال اللي بعد كده انت عملت عد طبعا انت اساسا سبت الاجابه وانت ماسك ورقه مليون مليون جين عمال تحسب الاجنده اتملت. الاجنده اتملت وانا اولهم على فكره. انا اول واحد فيها براحتك بالظبط. انت ليك نسبه برضو والقائمين عليا. السؤال اللي بعد كده On a typical agile team, who has the best insight into task execution? مين اللي مسؤول وليه الأفكار وفي الدماغ واللي مسؤول ولا يحاسب ويتعلق من عرقوبه في التاسك execution؟ هل هو البروجكت مانجر ولا التيم مانجر؟ طبعا بيقول لك a typical agile team ويقول لك بروجكت مانجر. انت ده كفر يا ابني والحد. ولا التيم ممبرز ولا السكرام ماستر ولا الاجايل كوتش؟ ذا بيست انسايت انتو تاسك اكسكيوشن عمرها ما تبقى سي عماد بيه. هو البي التيم ممبر هو اللي هو اللي مسؤول والافكار بتاعته وكل حاجه بي ثم بي حتى الموت. بي حتى الموت. احمد صحه. طيب حصل من باشمهندس عماد 50 جنيه زياده سوء استخدام وسخريه. السؤال بعد كده the four primary rules للسيرفنت ليدرشيب احنا اتكلمنا عليهم overall. طبعا ده سؤال بالنظام الثوابت خطأ ترجع تبص عليها تلاقي المعلومة تثبت في دماغك. The four primary rules of the servant leader it include ايه؟ shielding the team member from interruption ولا resolving the conflict ولا determining which stories to include في الإتريشن ولا assigning task to a team member. ها طبعا اول حاجة انك تحمي team member بتوعك from ان اي interruption ممكن يحصل. سؤال رخم شوية وانا اعذروني السؤال ده هحاول اراجعه. ان اي ثينك ان في ذا فور برايمري رولز اوف سيرفنت بتشتغل من ضمن الاربع حاجات الرولز الاساسيه. اعتقد هو السؤال ناقص في حاجه ناقصه. انا حطيت السؤال ده غلط. لكن هو الاجابه الصح اجابه ايه؟ الاجابه الصح هي اجابه ايه؟ السؤال اللي بعد كده ان سكرام The definition of done is created with the input from everyone ما عدا مين؟ ما عدا الـ development team ولا product owner ولا scrum master ولا process owner. هو في السكرام اساسا ما فيش حاجه اسمها process owner. ده افتكاسه طبعا عشان ايه؟ نوقعكم في الخيه نضحك عليكم. فطبعا الـ definition of done يتم تحديدها من قبل كل الناس اللي احنا عارفينه في السكرام اللي هم الثلاث ادوار ما عدا طبعا مين هو الوحيد اللي مش موجود اساسا في السكرام هو البي اللي اسمه بروسيس اي اونر. فالاجابه دي هي الاجابه الصحيحه بالظبط يا فندم. اوكي The agile triangular of constraint او القيود الثلاثيه اللي هو مثلث القيود في الاجايل is said to be inverted from a traditional triangular because it's allow in the scope and time to vary instead of cost ولا cost and time to vary instead of the scope ولا scope and cost to be fixed
instead of time ولا الscope is to vary while time and cost are fixed. مين المثلث المقلوب؟ طب في traditional كان المثلث معمول زي scope ثابت time cost variable. العكس ايه بقى يا جماعة؟ العكس ان الscope هو اللي متغير while ان time والcost ماله في الاجايل while ان cost والtime هما اللي متغير هما الايه هما اللي ثابتين قاعدة الهرم مقلوبة فالtime والcost هما المتغير هما اللي fixed time cost هما اللي fixed والسكوب متغير فالإجابة الصح هي الإجابة دي يا باش مهندسين واضحة يا باسم باسم بيه هو باسم معاه مايك ولا معوش مايك مع مايك سمعني صوتك يا باسم تغلط ليه انا يا هندسه لا انت نايم نمت مني المايك بيقفش انا بحب اسمع الاصوات بيبان صح صح معايا السؤال بعد كده ايوه اوعى تنام مني والناس اللي ماسكه نص على الفحم وهي قاعده بتاكل يا جماعه تركز معايا لا سيبك من الاكل which of the following agile manifesto principle be reflect agile focus on team empowerment ايه من ضمن اللي جاي ده تعتبر موجوده في الاجايل مانيفيستو وبتركز على التمكين او التمكين للتيم التيم امباورمنت working software is the primary measure of progress 2 welcome the change على requirement 3 simplicity ولا 4 build the project around motivated individual طبعا سهله ايزي ايزي على فكره ما حدش ذاكر حد ذاكر اي حاجه بس انتوا بناء على السمع خلاص الموضوع ايه ان شاء الله الاسئله واضحه بالنسبه لكم السؤال الاخير السؤال الاخير which of the following is not which of the following is not a core aspect للاجايل مايند سيت ايه من اللي جاي ما هواش من ضمن الجوانب الخاصه بالاجايل مايند سيت نحن نعبد البروسس يا سيدي ان البروسس من دين اباؤنا واجدادنا طبعا ريسبكت البروسس دي اللي اتادب في الاجايل لان الايه البروسس دي تتغير هي والتولز زي ما احنا قلنا عليه